أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. نستأنف ليكتشر 2 أو بارت 2 في الهيرينج، ونخلصه بإذن الله في هذه المحاضرة. كان الجزء الأول خاص بالفيزيكس والستراكشر، وده أنا عارف إن هو الجزء اللي هو ثقيل شوية لأنه مش فيسيولوجي الحقيقة، والانتفصيلات الهيرينج زي ما قلنا كانت كثيرة في الفيزيكس وفي الستراكشر. انما يعني اتمنى واتصور ان الجزء الثاني هيبقى اظرف كثيرا لانه فيسيولوجي ولطيف، بس كان لابد من احنا نبقى فاهمين الاستراكشر كويس والفيزيكس لسببين، لانها بتخدم فيسيولوجي نمره واحد، ونمره اثنين ان فيها اجزاء كثيره جدا مالتيبل تشويس. فنتوقع تعنيف هيرينج ليكتشر 2 والاخيره باذن الله. طيب توكل على الله. ومع شقت مثل عشق للنظام، فيمكن تصور الميكانيزم اوف هيرينج بطريقه سهله في اربع خطوات عشان نبقى ناس منظمين في تفكيرنا. اول حاجه اللي هي ترانسميشن اوف ساوندز، انتقال الاصوات. وبعدين الاصوات دي هتعمل ستيميليشن ريسبتورز، خطوه ثانيه. وبعدين الترانسميشن اوف نيرف امبلسز تو كورتكس اللي هو الاوديتوري باث واي يا اولاد. وبعدين الخطوه الرابعه الاهم حتى انا حاططها باللون الاحمر، ديسكريميشن اوف ساوندز باي اوديتوري كورتكس اللي هو تمييز الاصوات في الكورتكس. غالبا السؤال بيجي اهم سؤال على الاطلاق في الهيرنج، ما بيجيش غير سؤال واحد. فلو الطالب قال انا عندي وقت اقرا سؤال واحد في الهيرنج، اقول له اقرا discrimination of sounds by auditory cortex. طب قال لي عاوز سؤالين، اقرا الاوديتوري pathway. ثلاثة، اقرا الفانكشنز اوف ميدل اير. أربعة، stimulation of receptors. ادي الأربع أسئلة اللي هم محتملين في النظري في الهيرنج. طيب نيجي أول حاجة transmission of sounds، وده لمعلوماتك يا أولاد يعني غير محتمل غير ان هو بس تبقى فاهمه كام اس كيو. نظريا يوجد ثلاث طرق لانتقال الاصوات للانر اير للريسبتور. عمليا هي طريقه واحده بس اللي هي الاسيكولار روت، دي المين روت. طبعا انتوا دلوقتي المفروض اللي سمع المحاضره الاولى فاهم الاناتومي، فانت هنقول هنمشي مع بعض بشعاع الليزر اهو. هنمشي في الاير بتاع الاكسترنال اير، ومنها للدرام يا ولاد بكل مداياها الاربعه، فاكرينها ان هو تنس مشدود والاستيك، وانه ابريودك نو ناتشرال فريكونسي، لا تردد له انما يتردد بتردد الاصوات، وانه دامبد بيتوقف بتوقف الاصوات. حاجه للتذكره. ثم هنمر على الثري اسكلز، فاكرين الماليلس والانكس والستيبس ثم الاوفر ويندو، تمام، ومنها الى الانر اير اللي هو هندخل على البيريليمف اوف ذا سكالا فيستيبولار. ده اسمه الاوسيكولار روت. يبقى جاست انك انت فهمت بقى كده، لازم تبقى فاهم الاناتومي عشان تشرح الاوسيكولار روت. يبقى تاني في عجاله اكسترنال اير، درام، ثري اسيكلز، اوفر ويندو، البيريليمف اوف ذا سكالا فيستيبولاي. طب ايه الادفانتج؟ طبعا اهم ادفانتج هنا ان انا استخدمت حاجتين يا ولاد، الميدل اير والدرام. وعلى فكره الدرام ممكن اعتبره جزء من الميدل اير لانه بيفصل الاكسترنال عن الميدل اير. فده الادفانتج. بتصور لو انه سؤال وهو مش هيجي سؤال تقول الادفانتج بتاعة الدرام. نقولهم تاني، أربعة كانوا اتنين خواص سهلة، تنس وإلاستيك، واتنين خواص مهمة جدا قلت برايسلس لا تقدر بثمن، إن هو أبريوديك بيتردد حسب الصوت لأن لا تردد له، أبريوديك ملوش تردد خاص، وده اللي أتاح تمييز التردد، ودامبد يعني يتوقف بتوقف الأصوات. وطبعا استخدام الميدل إير أنت عارف عملت أهم وظيفة إيه بقى؟ عارفينها يا ولاد، اللي هو الامبيدنس ماتشنج، ان الصوت جاي في هواء وهيدخل على ميه هيضيع جزء كبير منه، فهي عوضت ده بانها كبرت الاصوات
كم مرة مين فاكر يا أولاد؟ 22 مرة. 17 مرة لأن مسطح الدرام قد الأوفر ويندو 17 مرة، ده الأساس. وتاني حاجة الروافع الليفر لايك اكشنز اوف اوسكلز. ده انا بقول الاوسيكولار روت والمين روت ويكاد يكون الاونلي روت. طب جاست عشان نكمل الصوره، في حاجه اسمها اير روت. تحصل امتى؟ لو طفل حصل له انفكشن في الميدل اير، سيفير انفكشن، حتى قلنا هم عرضه اكتر لان الاوستيكان تيوب، فاكرين يا اولاد كنا قلنا الاوستيكان تيوب بتاعتهم بتبقى ستريت وايدر وشورتر، والانفلاميشن في الميدل اير سيح الاوسكلز وسيح الدرام، فبقى كده الصوت يجي دايركتلي من الاير اوف ذا اكسترنال اير للاير بتاع الميدل اير، على طول يدخل على الانر اير، فيسموها اير روت. طبعا ده هيبقى ان افيشنت، فاهم ليه؟ لان مفيش امبيدنس او ريزيستنس ماتشنج، زي من هوا رحت داخل على ميه بدون تكبير. ده يحصل لما الدرام والاوسكلز يبقوا دامج. وفي هذه الحاله يا اولاد السنسيتيفيتي هتقل 15 ل 20 ديسيبل اهي، يبقى 15 تو 20 ديسيبل ليس ذان ذا اوسيكولار روت معاه. وطبعا دي تبقى كارثه، فاهمينها ليه؟ هتبقى كارثه لان انت ده باللوج دي، يعني مش هقل، دي مش حاجه تافهه ان يقل 15 20 ديسيبل، يعني تقريبا يبقى الطفل من السماء. في ثالث طريقة أولاد اسمها بوني روت، very very inefficient. يعني هاي أنا عاوزك كده وانت قاعد روح اخبط على قرطك بصبعك، اللي حواليك مش سامعين حاجة خالص، اخبط دلوقتي، لكن انت هتحس انك سامع كويس قوي. لكن طبعا لا يمكن نتفاهم مع بعض بان نخبط على السكال، يعني طريقة سامعين تخبيط بس ده مش طريقة دي. يبقى حقيقة الأمر إن إحنا يوجد ثلاث طرق، أوسيكولار روت، إير روت، بوني روت، هما في الحقيقة ما فيش غير الأوسيكولار روت اللي هي بتتيح استخدام الميدل إير بكل مزاه. ده كان أول خطوة في الخطوات الأربعة للهيرينج وهي الترانسميشن أوف ساوندز. الخطوة الثانية دي قلنا من حيث الاحتمالات، دي السؤال الرابع في الاحتمالات اللي هي ستيميليشن أوف ريسبتورز. تعال نشوف ايه اللي هيحصل. هنمشي في الخطوات الاتيه يا اولاد. ستيب نمبر 1، تابعني على الرسمه كويس قوي. ان الساوند ويف هتمشي، هتنتر الانر اير من الاوفر ويندو. ساوند ويف اهي ماشي، فين بقى؟ هتدخل على السكالا فيستيبيلاي، البيريليمف اوف ذا سكالا فيستيبيلاي، ومنها للهيليكوتريما اللي هو ثقب القوقعة، فتروح برضو للبيريليمف اوف ذا سكالا تيمباناي. يبقى من البيريليمف اوف ذا سكالا فيستيبيلاي الهيليكوتريما للبيريليمف اوف ذا سكالا تيمباناي. تخيل ويف ماشي يا اولاد وفوقيها ده ميمبرين، ده مش خشب البازا، ميمبرين ده عامل زي ايه مثلا؟ اشبهها زي قارب مطاط كده على سطح البحر، فطبعا مع الموجة اللي ماشية هيهتز هيعلو ويهبط، وهو ماشي كده هيعلو ويهبط معاه، وبالتالي البازيلر ميمبرين فايبريت اب اند داون. حلو كده؟ تمام. تخيل بقى القصة ان فوق البازيلر ميمبرين ده فيه الاورجان اوف كورتي، فبرضو الاورجان اوف كورتي هيطلع اب اند داون معاه، فالستيريوسيليا بتاعت الهير سيلز هتخبط في التكتوريال ميمبرين، فالأورجان في كورتي هيموف هيخبط في التكتوريال ميمبرين. فالوقتي هنقولها كالآتي، خد بالك بقى وهي طالعة، when the organ of كورتي moves up، لما يطلع up الستيريوسيليا هتبند away from the limbus. limbus اللي هو الحد اللي هو بتاع الرودز في كورتي، ده معنى كلمة limbus، هتبعد هتروح away. هو ده بقى الوضع اللي بيعمل ايه؟ بيفتح channels في الهير سيلز. طب لطالب ذكي بقى الهير سيلز بتاعت الاورجن في كورتي محوطه بايه يا اولاد؟ محوطه باندوليمف في السكالا ميديا، فاللي هيدخل جواها مين؟ بوتاسيوم.
فلأول مرة يا أولاد دخول البوتاسيوم هيخلي جوه الهير سيلز بوزيتيف وبره نيجاتيف، هيعمل ديبولاريزيشن، ودي أول مرة في حياتنا نتخيل إنه في ديبولاريزيشن عن طريق البوتاسيوم. طول عمره ديبولاريزيشن كان عن طريق الصوديوم أو الكالسيوم، لأول مرة بيحصل بالبوتاسيوم. أنا عاوز بس أضغط لكم على الصورة عشان نشوفها ربما تبقى أحلى. تاني بقى أولاد، يبقى ستيب نمبر 1، تابع معايا بقى الصورة اهي وهنقراها مع بعض. ستيب نمبر 1، الساوند ويفز انترينج الانر اير فروم ذا اوفر ويندو اهي فوق، دي ستيب 1. يبقى وصلنا بالساوند ويفز للاوفر ويندو. ستيب نمبر 2 اهي موجوده قصادك، نمبر 2 تحت، ان الساوند انرجي هتعدي من السكالا فيستيبيلاي عبر الهيليكوتريما اللي هو السوق تو ذا سكالا تيمباناي. طب هيحصل ايه بقى الهي؟ هيبقى عديها تابعين ماشيه كده من السكالا فيستيبيلاي هيليكوتريما لسكالا تيمباناي. فالبازيلر ممبرين هيحصل له ايه يا اولاد؟ هيتحرك اب اند داون. هيهمني بقى الاب، وهو طالع اب الستيروسيليا هتروح اواي اهي. وان ذا بازيلر ممبرين اللي هي الاورجان اوف كورتي موفز اب، لما البازيلر ممبرين يطلع اب الاورجان اوف كورتي موفز اب، فالستيروسيليا هتبقى بند اواي فروم ذا ليمبس اهي. اشبهها لك كده، يعني لما البازيلر ممبرين وادي الهير سيلز هيطلع اب، الستيروسيليا هتروح اواي، هنا في الليمبس بتاع الاورجان اوف كورتي اللي هو الحد بتاعه هتروح اواي. يبقى هي دي النقطه المهمه اللي بتعمل ستيميليشن. يبقى تابع معايا، دي اهم نقطه وانت بتكتبها، ان البازيلر ممبرين اب الستيروسيليا هتروح اواي. تاني، البازل ممبرين اب هتروح اوي، خليك اب، الاب هو ستيبيليشن، ما تخليكش داون، داون ده انهيبيشن، خليك اب كده. فلما البازل ممبرين يموف اب الستيروسيليا هتروح اوي، هيفتح الشانلز في الهير سيلز اللي هي محوطه بايه؟ في السكالا ميديا، فيها اندوليمف معادل للانترا ريتش ان بوتاسيوم، يروح داخل بوتاسيوم يخلي جوه بوست وبره نيجاتيف، يعمل دي بولاريزيشن. يبقى لأول مرة يا أولاد الديبولاريزيشن ما فيش غير في الإير، الديبولاريزيشن سببه بوتاسيوم إنفلاكس بالإمسكيو، مش صوديوم مش كالسيوم، بوتاسيوم إنفلاكس. طيب دي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة لما يحصل بوتاسيوم إنفلاكس وديبولاريزيشن خلاص، ده هيفتح كالسيوم تشانل أهي، هنقراها مع بعض. هيفتح أهي، when the potassium flows into the hair cells، the potassium flows into the hair cells هيحصل depolarization هو receptor potential، ده هيفتح بدوريه كالسيوم channel، يدخل الكالسيوم، عارفين بقى بيفرقع على الفيسيكلز، يعمل release للكيميكال transmitter، دي الخطوة الرابعة، فيحصل stimulation of the auditory nerve fibers ويطلع action potentials. note هتكتبها بقى، when the organ moves down down وحشه، خليك up، خليك up، the reverse occurs، تبقى الستيروسيليا تروح towards مش away بقى، بدل هنا away هي down هتروح up، تروح away، يبقى down هتروح towards، يقفل channels ويخلص الاستيميليشن. للاوائل ممكن تزود خطوه صغيره يا اولاد. طب البوتاسيوم اللي دخل ده بقى وعمل depolarization هيحصل له recycling، هيطلع تاني من الهير سيلز ويروح للسترايا فاسكولاريس اللي هي كنا قلنا هي مصدر البوتاسيوم، ويبقى تو بي سيكريتد في السكالا ميديا مره اخرى. دي الخطوه الخامسه. يبقى تاني بقى نتابع هالخطوات، اقرا معايا، انا عاوز اوريهم لك الحقيقه الاثنين في ان واحد، الرسمه مع الخطوات الخمس اهي كده، الرسمه اي ثينك في اعلى الصوره شايفها اهي. يبقى اول خطوه الساوند ويف، اول خطوه في الخطوات الخمس، الساوند ويف هتوصل لفين يا اولاد؟ هتدخل انر اير من اوفر ويندو، اديني مشاور عليها، بس حتى الليزر بقى ضعيف، شوف حاجه بقى مش ليزر تمشينا كده. يعني مش قد كده. لا دي صعبه شويه، لازم ليزر. ساوند ويفز هيدخل انر اير من اوفر ويندو، ستيب 1. طب ستيب 2
هيمشي في السكالا فيستيبولاي هيليكوتريماتوس سكالا تيمباناي. خلاص اهو هيعمل ايه بقى؟ فهيعمل ويف، الويف دي هتحرك البازل ممبرين وبالتالي الاورجن اوف كورتي. نيجي اهم كلمتين بقى في ستيب 2، ان لما البازل ممبرين والاورجن اوف كورتي يتحرك، يلا قولوها انتوا، اب ولا داون؟ اب. طب السيلوسيليا هتروح اهي اواي بعيد، فده هيفتح بوتاسيوم شانل. دي ستيب 2. ستيب 3 بوتاسيوم شانل يدخل يعمل دي بولاريزيشن. اهي بوتاسيوم شانل، خليني امشي بقى بالقلم ما دام مفيش ليزر دلوقتي. البوتاسيوم شانل لما تفتح البوتاسيوم فلو انتو فهيحصل دي بولاريزيشن. حلو، الدي بولاريزيشن هو ده الريسبتور بوتنشال، يفتح كالسيوم شانل، فالكالسيوم يدخل. عارفين الكالسيوم ده هو اللي كان بيعمل الانفجار، هيطلع السينابتيك ترانسميتر بالاكزوسيتوزيس فيحصل ستيميليشن اوديتوري نيرف. ده ستيب نمبر 4. ستيب نمبر 5 طبعا تقول العكس بقى، لما الاورجان اوف كورتي جو بدل اب داون وبالتالي ستيروسيليا تروح تورز بدل اواي، ده يحصل انهبيشن. طب البوتاسيوم اللي دخل وعمل دي بولاريزيشن ايه اللي هيحصل له بقى الاوائل؟ هتقول الخطوه الخامسه هيحصل له ريسايكلينج. ازاي؟ هيطلع من الهير سيلز للترايا فاسكولاريس تحطه تاني في الاندوليمف اوف ذا سكالا ميديا اند ذا بروسيس ريبيتس اتسلف. ده السؤال الرابع في الاهميه في الميكانيزم اوف هيرينج. نقولها مره ثالثه، يلا بسرعه كده. ساوند ويف هيدخل الانر اير من الاوفر ويندو، دي ستيب 1. طب ستيب 2 هيدخل في السكالا فيستيبيلاي، تابعني، في الهيليكوتري بقى اهي، ومنها للسكالا تيمباناي. تمام، فهيموف البازل ممبرين وبالتالي مع الويف، اهي في ويف اهي، هيموف البازل ممبرين اب اند داون ومعاها الاورجان اوف كورتي. اهم كلمه الاب، لما يطلع اب الاورجان اوف كورتي الاستيروسيليا تروح اواي، لما يطلع اب الاستيروسيليا تروح اواي، فيفتح بوتاسيوم شانل. دي ستيب 2. ستيب 3 البوتاسيوم يدخل لاول مره، بوتاسيوم يا اولاد، بوتاسيوم في الهيرنج هو اللي يعمل الدي بولاريزيشن ريسبتور بوتنشال. بعد كده الباقي معروف، يفتح كالسيوم شانل، يدخل الكالسيوم بالاكزوسيتوزيس ريليس الكيميكال ترانسميتر، دي ستيب نمبر 4، فيستيميليت الاوديتوري نيرف فايبرز. الداون يحصل ريفرس يا اولاد، الداون يحصل الريفرس. طب بعد كده الخطوه الخامسه، البوتاسيوم اللي داخل ده يطلع من الـ من الـ من الهير سيلز عن طريق الاسترايا فاسكولاريس، يبقى سكريتي الثاني في السكالا ميديا عن طريق انترا سيلولار باثوي. دي الخطوه الثانيه. نيجي ميكانيزم الثالث اللي هو الترانسميشن اوف امبلس تو ذا كورتكس اللي هو الاوديتوري باثوي، وده سؤال مهم جدا في الهيرينج، يعني ده في ترتيبه ثاني سؤال. قلنا اول سؤال اللي هو ديسكريميشن اوف ساوندز هنجيله لسه، وبعدين اوديتوري باثوي، وبعدين السؤال الثالث ميدل ايروس، والرابع اللي قلناه دلوقتي حالا. ده ترتيب الاهميه اللي عاوز تعرف. اوديتوري باثوي برضه قلت لك الاوديتوري دي معقده عن اي حاجه ثاني، انما تعالى نطبق الصفات العامه يا اولاد. مين شاطر يفكرني؟ انا قلت لكم وما عشقت مثل عشق النظام، ما يجي لك اي باثوي يو هاف تو فولفيل خمس نقط. خلاص، الاول تقول الريسبتور، وفي الاخر تقول السنتر اللي موجودين فوق، الريسبتور اهو والاوديتوري كورتكس. مرورا بكام اوردر نيرون يا اولاد؟ 3 اوردر نيرون، فيرست سكند ثيرد اوردر نيرون، يبقى خمس نقاط اساسيه. ده زي اي سنسوري باثوي، تقول الريسبتور، تقول السنتر، وما بينهم الثري اوردر نيرونز. نبتدي باول حاجه ريسبتور. مين هو ريسبتور؟ مين شاطر؟ اورجان اوف كورتي بتاعتي انا، كورتي انا، اورجان اوف كورتي. على وجه التحديد كان فيها اوتر وانر هير سيلز. مين اللي كان متصل بالافرنت وبيشتغل كريسبتور؟ الانر هير سيلز. يبقى الطالب العادي يقول الريسبتور اورجان اوف كورتي، المتميز يقول على وجه التحديد الانر هير سيلز. خلاص، واحنا فاهمينها بقى معلومات زياده. فاكر الانر هير سيلز دي ما تكتبهاش هنا، كانت كام رو؟ مين يذكرني؟ 1 رو. كام خليه؟ 3500 موجوده ميديال تو ذا تانل اوف كورتي
وكانت متصله ب 90 ل 95 فايبر. ده كله ده ما تكتبوش، ده انا بس بذكرك بالمحاضره الماضيه. يبقى الطالب هيكتب ريسبتور اورجان اوف كورتي، الطالب المتميز انر هير سيلز. طيب نيجي بقى ناخد فيرست اوردر نيرو. حط القاعده العامه، احنا عارفين ان الفيرست اوردر نيرون لازم يبقى اوتسايد ذا سنتر نيرف سيستم، وعليه كولكشن نيرونز اوتسايد يسموها جانجليون. يبقى الفيرست اوردر نيرون اسمه سبايرال جانجليا، اهي سبايرال، شايف ان شكلها سبايرال اهي، سبايرال جانجليا. الدندرايت بتاعها يروح للاورجان اوف كورتي اهو، الانر هير سيلز اللي هو ريسبتور. طب والاكسون يعمل لي حاجه اسمها كاين الكوكليا، يبقى يسموه كوكليار ديفيجن اوف ذا ايث نيرف، كوكليار ديفيجن اوف ذا ايث نيرف. يبقى ده الفيرست اوردر نيرون. يبقى القاعده العامه بتقول الفيرست اوردر نيرون لازم يبقى ايه؟ جانجليا، سبايرال جانجليا، والاكسون بتاعه هو كوكليار ديفيجن اوف ذا ايث نيرف. طيب سكند اوردر نيرون، طالب ذكي الاكسون غششني الاوردر نيرون اللي بعده اسمه ايه؟ كوكليار ديفيجن، فيروح لحاجه اسمها كوكليار نيوكلياي دورسال وفنترال كوكليار نيوكلياي في المدلة اوبلنجاتا اهو. ده السكند اوردر نيرون، دورسال وفنترال كوكليار نيوكلياي. بس اهم حاجه بقى الاكسون بتاعها دي بمليون جنيه، هي دي بقى اللي عليها النمره يا ولاد، ان احنا عارفين ان السكند اوردر نيرون بيكروس تو ذا اوبوزيت سايد في كل الاحساسات، صح؟ انا قلت الهيرنج متميز، ربنا قدم السمع. هنا بقى السكند اوردر نيرون ما بيروحش للاوبوزيت سايد بس، بيروح بص دي اهم كلمه لبوث سايدز، وعليه كل كوكليا كل ود هتبقى بايلاتر ريبريزنتد ان بوث كورتيسيز، هتروح لبوث كورتيسيز، وعليه لو باظ وان كورتكس باظ وان كورتكس الهيرنج يبقى سلايتلي افكتد، قلناها في محاضرات سي ان اس. فاهم كلمه في سكند اوردر نيرون، انسى انك هتقول ان هو الدورسال فينتر كوكليار نيوكلياي، اهم حاجه ان الاكسون باس تو بوث سايدز. طب مين الثيرد اوردر نيرون بقى اولاد؟ تمام، اللي هو الثالاموس. مين الميديال جينيكل بادي؟ اوعى تنسى الفيجن كان اللاترال جينيكل بادي، الهيرنج الميديال بادي. ياما حفظتها للطلبه بطريقه لطيفه قوي، وقال لهم بالعكس عينيك جوه ودانك بره، العينين بتروح لللاترال جينيكل بادي، الودان للميديال جينيكل بادي. يبقى السمع والبصر هما اتنين في الجينيكل باديز في الثالاموس، بس بالعكس الفيجن لاترال والهيرنج ميديال جينيكل بادي في الثالاموس. ده الثيرد اوردر نيرون. يبقى القاعده ماشيه هي هي. نيجي طيب بقى السنتر فين؟ هو الاوديتري كورتكس اهو، اللي هو فين؟ عارفينه خدناه قبل كده، كان حتى مع السنتر بتاع الاكوليبريم، ما هو الاوديتري مع النون اوديتري في السوبيرو تمبرال جايروس، اللي هو بينقسم لبرايمري اوديتري اريا وسكندري اوديتري اريا او اوديتري اسوشيشن اريا. يبقى في برايمري وفي سكندري اوديتري اريا او اسوشيشن اريا، الاثنين موجودين في السوبيرور جايروس اوف ذا تمبرال لوب. ايه الفانكشنز بقى كتبوهم على بعض؟ perception of sounds and sound pitch، استقبال الاصوات والنغمات، sound localization. تاني من اتنين، انا اتصور يا اولاد دول وظائف البرايمري اوديتوري اريا. جميع الكائنات بتسمع وبتميز البيتش وبتعرف الصوت جاي منين، حتى لو حمار بيبص يمين لما يبقى الصوت يمين بيبص شمال لو جاي شمال. انما مين بقى بيفهم الكلام وان النغمه دي ما كمانجا والنغمه دي بيانو؟ السكن الاوديتوري اسوشيشن اريا اللي هي ويل ديفلوبت في الانسان وموجوده في ناحيه واحده بس، غالبا في الناس اللي هم رايت هاندد بتبقى في الليفت سايد. الاوديتوري دي بقى بتبص بتعمل ايه؟ ريكوجنيشن اوف باترن سيكونس اوف ساوندز. يعني ايه الكلام ده؟ يعني باترن، يعني الباترن بتاع الساوند اللي هو هل ده سبيكينج، يعني هل ده كلام، او listening to music، احنا بنسمع مزيكا. ده مش كده وبس، ده احنا قلنا فاكر الكورتيكو فيوجال فايبرز اللي هي نازله من فوق كانت بتشغل الاوتر هير سيلز تعمل to improve the quality of sounds، انها تخلينا نريسبوند الاتنشن تو بارتيكولار ساوند وريجكت اذر ساوندز. يبقى دي الوظائف الاربعه بتاعه الاوديتري كورتكس.
انا اتصور ان اول اتنين هم بتوع ال primary auditory اللي هم تعال نقولهم تاني. ننزل ورق احسن ما نقعد يعني اللي هو ال اهي perception of sound and sound pitch و sound localization. ده نحن نماثل حصان هنا, هو بي perceive الساوندز وبيعرف الساوند بيتش صاحبه مش من صاحبه, بس ما فهمش الكلام ويعرف صوت يمين وشمال, ساوند لوكاليزيشن. انما الريكوجنيشن بقى التعرف على هناك المرئيات, هنا التعرف على السمعيات اللي هو الباترن سيكونس اوف ساوند, هل ده سبيكينج ولا ميوزك, وان الاتنشن تو بارتيكولار ساوندز وريجكتنج اذرز, ده وظيفه الاوديتور اسوشن اريا. كده يبقى الباث واي زي اي باث واي تاني. فين بقى الصعوبه في الاوديتوري باث واي؟ انه السكند اوردر نيرون لما بيروح لبوث سايدز بيطلع من المضله للبرين ستيم عن طريق حاجه اسمها لاترال لمينيسكس. خلاص, لاترال لمينيسكس كنا اتكلمنا عليه في السي ان اس. هذا اللاترال لمينيسكس يا اولاد بيمر بثري نيوكليي, يعني في عندنا هنا 3 نيوكليي في اللاترال لمينيسكس دي. بص بقى من تحت لفوق, انا كنت بحفظها بطريقه لطيفه. تحت في سوبيرو اوليف, فوق في انفيرو كلوكيلاي في الميد برين, يعني في المضله تحت سوبيرو اوليف, اوليف يعني ايه؟ زيتونه, سوبيرو ليفر نيوكليس, وفوق في انفيرو كلوكيلاس يعني الكره السفلى. عارف عشان ما تنساهاش, اللي تحت اللي تحت في المضله اسمه سوبيرو بالعكس, مش قلت كل حاجه في الهيرنج بالعكس, واللي فوق فوق في الميد برين اسمه انفيرو كلوكيلاس, لان يعني السوبيرو كلوكيلاس كان بتاع الفيجن. وفي النص في النيوكليس اوف لاترال لمينيسكس. لازم تقول لي على كل واحده كلمه. يبقى هذا اللاترال لمينيسكس اللي هو الاونلي لمينيسكس اللي بيشيل احساس واحد بس اللي هو الهيرنج, وده كده ربنا قدم السمع على البصر, انه اي لمينيسكس بيشيل مجموعه من الاحساسات, انما ذا اونلي لمينيسكس which carries only one sensation هو اللاترال لمينيسكس بتاع الهيرنج. مع ان لمينيسكس ده عندنا كان لو كنت فاكر سباينال لمينيسكس بيشيل كروت سنسيشنز, ميديال لمينيسكس الفاين سنسيشنز, تراجمينال بيشيل بعد كده ال بتوع السنسيشن فروم ذا هيد اند نيك. انما اللاترال لمينيسكس ذا اونلي لمينيسكس اللي بيشيل احساس واحد هو الهيرنج. في ثلاثه نيوكليي بقى, السوبيرو اوليفر نيوكليس تحت دي واخده الفايبرز مينلي من الاوبوزيت سايد. خلاص, طيب النيوكليس اوف لاترال لمينيسكس دي بيقعد سام فايبرز فيها تيرمينيت والباقي بيعدي باس تو ذا انفير كوليكلس. طب الانفير كوليكلس دي اهم واحده بقى. شوف انا ما عملت صوت ده انت تنبهت ايه الصوت اللي حصل ده, اهو ده بقى الانفير كوليكلس, ده السنتر اوف اوديتوري ريفلكسز وير موست فايبر سينابس. يبقى عندي الصعوبه في الاوديتوري باث واي انها في الطريق في الصعود من المضله الى الميبرين عدينا في حاجه لازم تكتبها وعليها نمره اهي اسمها لاترال لمينيسكس, وهتكتب كام نيوكليي؟ ثلاثه, اللي تحت سوبيرو اوليف واللي فوق انفيرو كوليكلس في الميبرين. السوبيرو اوليف واخده مينلي فروم ذا اوبوزيت سايد, طب والانفيرو كوليكلس دي سنتر اوف اوديتوري ريفلكس وير موست فايبر سينابس. اتفه نيوكليس فيها اللي هي النيوكليس اوف لاترال ميسكاس, بعض الفايبرز بس بيترمينيت فيها والباقي بيعدي الانفيرو كوليكلس. يا سلام بقى لو كتبت الاوديتوري باث واي بالطريقه دي, لو في حاجه فوق الفول مارك هيدوها لك. يبقى ما عشقت مثل عشق النظام, اول خمس جمل اساسيه 3 اوردر نيورونز مسبوقين بريسبتور معقوبين بالسنتر. وبعدين لا تنسى انك تقول اسم الليمينيسكاس اللي ما هو بيطلع في بوث سايدز, قلنا بيطلع في اللاترال لمينيسكس اون بوث سايدز اللي فيه مرورا بكام نيوكليس؟ ثلاثه, اللي تحت سوبيرو اوليفر نيوكليس واللي فوق اللي فوق بالعكس انفيرو كوليكليس الكره السفليه, وفي النص النيوكليس اوف لاترال لمينيسكس. تعال قولهم تاني بقى, يلا انت تساعدني. الريسبتور, طالب قال الريسبتور اوف هيرنج هي الكره بتاعتي انا, اورجان اوف كورتي على وجه التحديد الانر هيرسلز
اللي شرحت لك بيقولك انت بتشرحش تاني. يبقى دي نمره واحد، خدت خمس النمرة. طيب سنتر ودي تري كورتكس اللي هو موجود فين؟ في السوبيرور تمبرال، في السوبيرور جايروس اوف تمبرال لوب، او سوبيرور تمبرال جايروس لو حبيت تقولها يعني في كلمه واحده. ده في عادي في برايمري اوديتوري اريا وسكندري اوديتوري اريا اوديتوري اسوشيشن اريا. وظائفهم ايه؟ اول اتنين بتوع البرايمري، الحصان بيبرسيف الساوند والساوند بيتش وبيلوكالايز الساوند جاي يمين ولا شمال، يبقى يبرسيف ويلوكالايز. طبعا كده انك تريكوجنايز بقى الباترن سيكونس اوف ساوندز، ان هل ده سبيتش سبيكينج، هل ده ميوزك ونوع الميوزك، لا ده السكندري اسوشيشن. انك انت الدايركت الاتنشن لبارتيكولار ساوند وتريجكت اذر ساوندز، ده برضه اوديتوري اسوشيشن. طب يبقى قلنا ريسبتور والسنتر، يبقى عاوزين بقى ايه دلوقتي يا اولاد؟ عاوزين الثري اوردر نيورونز. فيرست اوردر نيورون لازم يبقى اوتسايد، يبقى جانجليون. حتى لو نسيت اكتب جانجليا ما تكتبش اسمها، بس هي اسمها سبايرال جانجلي. طب الاكسون بتاعها بيدي الكوكليار ديفيجن اوف ذا ايتس نيرف، لان احنا الايتس نيرف ده متصل في جزء بالفيستيبيول اللي هو النون اوديتوري وجزء بالكوكليا اللي هي الاوديتوري. طيب السكند اوردر نيورون، طب الاكسون اسمه كوكليار ديفيجن، يبقى ده هيغششني اسم السكند اوردر نيورون. كوكليار نيوكلياي في المضلة اهي، سوبيرو دورسال دورسال وفنترال كوكليار نيوكلياي. فين اهم كلمة بقى يا اولاد؟ ان انا معتاد ان السكند الاكسون بيكروس تو ذا اوبوزيت سايد. لا لا لا، هنا لاول مره السكند اوردر نيورون بيكروس، بس بيروح لبوث سايدز، بيكروس والسيم سايد. معنى كده ان كل كوكليا كل اير از بايلاترال ريبريزنتد ان بوث كورتيسيز. معنى كده اذا بوظت كورتكس الودن هتسمع في الكورتكس تاني. ده فقط فقط في الهيرنج، هي اللي السكند اوردر نيورون بيروح لبوث سايدز. طب الثيرد اوردر نيورون يا اولاد قلنا لو انا مش مذاكر في الثالامس، القاعده العامه الفيرست جانجليا لو انا مش مذاكر، ولو مذاكر سبايرال جانجليا، والثيرد ثالامس لو انا مش مذاكر، ولو مذاكر اقول بالعكس في الميديا جينيكال بودي، لان الهيرنج الفيجن موجود في اللاترال جينيكال بودي. طيب ده لسه للاوائل يقولوا طيب في الصعود من السكند للثيرد هعدي من المضلة للميد برين، ده فين بقى؟ بمشي فين؟ بمشي في حاجة اسمها مهمة جدا لاترال مينيسكس. وقلت لا يوجد في الجسم وهي تجميع غير فور لمينيسكاي. كل المينيسكس بيشيل مجموعة احساسات، السباينال مينيسكس الكروت سنسيشنز، الميديال مينيسكس الفاين سنسيشنز، الترايجيمينال من اسمه السنسيشن فروم ذا نيك. لكن اللاترال مينيسكس ذا اونلي مينيسكس، ذا اونلي مينيسكس ذات كاري وان سنسيشن ذاتس هيري. يبتدي تحت بال سوبيرو ليفر نيوكليس اللي بتاخد معظم الفايبر بتاعتها فروم اوبوزيت سايد، وفوق بالعكس انفيرو كوليكولس في الميمبرين، اللي تحت سوبيرو واللي فوق انفيرو كوليكولس في الميمبرين. دي السنتر اوديتوري ريفلكس، مرورا بالنيوكليس لاترال مينيسكس اللي هي فيها سام فايبر بيترمينيت، والبعد بيكمل على الانفيرور كوليكولس. نقول شويه نوتس لا يصلحوا غير في الام اس كيو يا اولاد. طبعا انا مش عاوز اعيد كتير عشان عاوز اخلص في وقت قصير، انت تقدر تعيد تاني. يبقى خمس نقط اساسيه، ريسبتور سنتر وما بينهم 3 اوردر نيورونز. طب فين الزياده؟ ان من المضله للميبرين في حاجه اسمها لاترال مينيسكس بثلاثه نيوكليار، اللي تحت سوبيرو ليفر نيوكلياس، اللي فوق انفيرو كوليكلاس، مرورا طبعا لسهله نيوكلياس ولاترال مينيسكس. ولا تنسى الفيرست اوردر نيورون جانجليا، والثيرد ثالامس ميديال نيوكلي بودي، والفيرست كان جانجليا سبايرال مينيسكس سبايرال جانجليا. وبعدين السكند قلنا اللي هو الدورسال فينترا كوكليا نيوكلياي، اهم كلمه انه ما يعملش كروسنج بس، بيروح لبوث سايدز. طيب نيجي شوية نوتس، تو نوتس اكشن. الكولاترالز من الهيرينج بتروح للريتيكولار اكتيفيتنج سيستم، الراس اللي بيعمر الراس، قلناها عشان كده انا لما بزعق انت بتصحى، ان الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم الراس اللي بيعمر الراس ده بيعمل لك اراوزا ري اكشن، فالاصوات لما تاكتيفيت الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم تخليك تتراقص.
ثلاثة لي جنبه. أول واحد قوله لي أنت، لو عملت unilateral destruction في one cortex إيه رأيك أنت؟ نفقد الهيرينج لو بوظت one cortex؟ لا، الهيرينج is slightly affected لأنه بيروح ل both sides. الأروع بقى تعالى اللي بعدها، طب لو عملت bilateral destruction للأوديتوري كورتيسيز الاثنين بقى اليمين والشمال، صور no complete deafness، صحيح مش هتسمع كويس، no recognition of tone or sound localization، بس سامع أصوات. عارف ده يدل عليه يا أولاد، هما ما كتبهاش الأوثر، إن الهيرينج مش بس بيروح لبوث كورتيسيز، ده أنا بعد ما ببوظ بوث كورتيسيز الهيرينج is not completely lost. صحيح مش قادر أعرف pitches ومش قادر أعمل localization، بس ما زلت بسمع. يبقى 100% في بعد بوظان الكورتيك لسه بسمع، يبقى في سب كورتيكال ريبريزنتيشن. طيب تالت ليجن، طب انا لو بوظت الاوديتوري اسوشيشن اريا، خلاص اللي هي بتاعتنا احنا بقى، يبقى هتبقى حضرتك زي الحصان سامع ومش فاهم. ما الحصان بيسمع بس ما يفهمش الكلام والكمانجا والبيانو. يبقى اهو هيبقى عندك حاجه اسمها اوديتوري افيزيا اهي. بيشنت هاد ابيليتي تو هير زي الحصان بيسمع بات كان نوت ديفرنشيت انيبل تو انتربريت ذا مينينج اوف ساوندز، ما يقدرش يعرف المينينج اوف ساوندز ان ده كلام وما الكلمه بتقول ايه، ويبقى يسموه هورد ديفنس كانه اصم الكلمات. ده الاسئله الام اس كيو. يبقى ثلاثه ليجنز، تعال نقولهم تاني. كل كوكليا اهم حاجه في الاوديتوري باثوي اللي عليها معظم النمره فين اهي يا اولاد، ان هو بايلاتر ريبريزنتد بوث كورتيسيز، لان السكند اوردر نيرون ما راحش الاوبوزيت سايد بس، راح لبوث سايدز، فراح لبوث كورتيسيز. يبقى باث كورتكس يونيلاترال يبقى هيرنج سلايك افكت. طب ابوظ الاثنين المفروض ما فيش هيرنج خالص، لا no complete deafness. ليه؟ لان في subcortical representation. طب لو بوظت الاوديتوري اسوشيشن اريا يبقى زي الحصان سامع وسامع البيتش وبعمل localization بس ما بفهمش meaning of words اللي بتقال ان ده كلامه بيقول ايه، يبقى انا اصم الكلمات word deafness auditory aphasia. auditory aphasia word deafness. ولا تنسى ان الهيرنج من ضمن اهم الحاجات اللي بتخلي الواحد يبقى متيقظ، لانه بيشغل فيه كلاترا بتروح للريتيكولار اكتيفيتنج سيستم. طيب ده نمره ثلاثة. نيجي الخطوه الرابعه والاهم في الهيرنج يا اولاد، اللي هي ديسكريميشن اوف ساوندز، سموها زي السنسي كود. فاكرين في سي ان اس سنسي كود auditory code او auditory encoding، الability of the auditory system to discriminate. هنا هندسكريمينيت مين؟ فاكر انا ذكرك تملي كنت احب اقولها، ان يعني ببتئس لمحاضر وهو بيشرح الحته دي، لان الطالب يحس انه بياخد كلام جديد مع انه هو كلام قديم. فاكر كنا هناك بنميز في السنسي كود، بنميز ثلاث حاجات: الموداليتي اوف سنسيشن، والانتنستي، واللوكاليتي. طب يبقى هنا برضو هنميز الانتنستي اوف ساوندز، ادي زي هناك، وهنميز اللوكاليتي اوف ساوندز، الساوند جاي من يمين ولا شمال زي هناك. والموداليتي اوف ساوندز بدل ما نقول موداليتي اوف سنسيشن نقول موداليتي اوف ساوند. يعني ايه موداليتي اوف ساوند؟ يعني الصوت نوع غليظ ولا حاد، يعني ديسكريمينيشن اوف فريكوانسي. يبقى هنا نوع الساوند هو نوع السنسيشن، ساوند فريكوانسي، البيتش، هل ده صوت غليظ ولا حاد؟ هاو وي كان ديسكريميت البيتش. وبعدين اهي الانتنستي زي هناك بالظبط، وبعدين اللوكاليتي، وهنزود حاجه رابعه ما كانتش هناك اللي هي الساوند باتر. يبقى عاوزك وانت بتقرا الموضوع ده افتكر اوديتوري كود شبه كلمه سنسي كود،
لان السمع احساس. ففي الاحساس كنا بنميز نوع الاحساس، يبقى هنا نوع الساوند اللي هو الساوند فريكوانسي البيتش، كان بيعتمد نوع الساوند غليظ او حاد على عدد الموجات ساوند فريكوانسي. شده الصوت يبقى ساوند انتنسيتي، شده الاحساس. مكان الاحساس يبقى ساوند لوكاليزيشن، وهنزود ساوند باتر. فاكر يا اولاد قبل ما اشرحها احنا كنا ازاي بنميز نوع الاحساس بالتخصص؟ كان كل احساس ليه ريسبتور معين وباثوي معين اللي هو الليبل برينسيبل وسنتر معين. تصور هي هنا بس باسماء مختلفه. فاول حاجه اقول لي ايه بقى؟ بص، بليس برينسيبل، نظريه البليس. فاكر نرجع تاني نقول، فاكر البازل ممبرين اللي هو اغرب انون في التاريخ كان معمول من 20,000 30,000 فايبرز، وكنا قلنا الفايبرز عند البيز اوف ذا كوكليا بتبقى شورت، والشورت يستجيب للهاي فريكوانسي، والفايبرز عند الايبكس اوف ذا كوكليا كانت بتبقى لونج، وقلنا اللونج يستجيب لللو فريكوانسي. فهم قالوا حاجه لطيفه قوي، لما الفوت اوف ذا ستيبس بتدخل في الاوفال ويندو بتعمل ساوند ويف، صح؟ فبتعمل ساوند ويف، ترافلنج ويف. الويف دي بتتمتع بثلاث حاجات: increases in amplitude، اهي توصل ماكسيمم نمره 2، then fades away. يبقى كل ساوند بيعمل ساوند ويف في الفلويد في البريليمف. الساوند ويف دي ثلاث حاجات: increases نمره 1، reaches a maximum نمره 2، then fades away. فقال لك البليس عشان كده قالوا بليس برينسيبل، اللي الويف بتوصل عنده الماكسيمم هو ده اللي بيحدد الفريكوانسي. ففي حاله الهاي فريكوانسي ساوند بيوصل الماكسيمم عند البيز فبيحرك الشورت فايبرز، اهي الماكسيمم عند البيز. بينما في حاله اللو فريكوانسي ساوند الويف بتوصل الماكسيمم عند الايبكس، يعني عند اللونج فايبرز اللي هي بتدي اللو بيتش. فتعالى فهمهالك بطريقه لطيفه جدا. يبقى انا هتخيل نفسي انا الاوديتوري كورتكس، لو اكتر عدد من ريسبتور بعت لي امبلس اللي هو موجود عند البيز حيث الفايبر شورت يبقى ده هاي فريكوانسي. لو اكبر عدد من امبلس جاي لي من عند الايبكس حيث الفايبر لونج يبقى ده لو بيتش ساوند. يبقى عشان كده سموها بليس برينسيبل. يبقى الكورتكس حسب مكان صدور الامبلس، منين جات له اكتر كميه من الامبلس. لو جات له اكتر كميه من عند البيز الشورت فايبرز يبقى هاي فريكوانسي، اكتر كميه من عند الايبكس يبقى من عند اللونج فايبرز يبقى ده لو فريكوانسي. عشان كده سموها بليس برينسيبل. يبقى تاني، كل ساوند بيعمل ترافلنج ويف. برافو ده، قولوا معايا يلا، كل ساوند بيعمل ايه؟ ترافلنج ويف. يلا برافو عليكم، قولوا معايا. الساوند دي بتتميز ثلاث حاجات: الاول تزيد امبليتيود توصل ماكسيمم، او ما توصل ماكسيمم فيدز اواي، تزيد ماكسيمم فيدز، تزيد ماكسيمم فيدز. البليس اللي بتوصل عنده الماكسيمم بيحدد الفريكوانسي. لو وصلت الماكسيمم عند البيز حيث الفايبر شورت يبقى له هاي فريكوانسي، لو وصلت الماكسيمم عند الايبكس حيث الفايبر لونج يبقى لو فريكوانسي. يبقى البرين قاعد يستنى الامبلس جاي منين؟ من عند البيز، من عند الشورت يبقى هاي فريكوانسي، من عند الايبكس، من عند اللونج يبقى لو فريكوانسي. طوروها اكتر. يبقى وانا قبل ما نقول التطوير بحب اقول جمله حلوه قوي. عارف في مثل يقول لك هذا الشبل من ذاك الاسد، فانا بقول البرين بيقول ايه؟ هذا النغم من ذاك الوتر،
لو جات له الامبلسز من الاوتار القصيره يبقى هاي فريكوانسي، لو جات له الامبلس من اللونج الاوتار الطويله يبقى لو فريكوانسي ساوند. فهو بيقول هذا النغم من ذاك الوتر. لو جات له من الاوتار القصيره يعني من عند البيز يبقى هاي فريكوانسي، من الاوتار الطويله عند الايبكس يبقى لو فريكوانسي. طوروها اكتر. فاكر كنا قلنا هناك حاجه اسمها ليبل برينسيبل، يعني كل احساس ليه باسوي خاص بيه. التخصص مش بس عند الريسبتور ده، اكتشفوا ان اول ذا واي اول ذا واي يعني في باسوي مخصص للهاي بيتش اللي جاي من عند البيس كله، مش بس الاوتار والنيرونز والفايبرز. ونفس الكلام الباثوي اللي جاي من عند الايبكس من عند اللونج فايبرز كله كله مخصص في اللو بيتش، مش بس الاوتار النيرونز والفايبرز. عارف عرفوها ازاي؟ جم لاي نيوكليس فيها نيرونز ميديالي ونيرونز لاترالي، لما عملوا ستيميليشن لوان اند اديتهم مثلا هاي لو فريكوانسي، الاذر اند لما عملوا ستيميليشن ادى العكس تماما هاي فريكوانسي. فعرفوا ان التخصص مش في الاوتار بس، ده في النيوكلياي وفي الفايبرز اول ذا واي. كل الباثوي اللي جاي من عند الايبكس من عند اللونج فايبرز ده بتاع لو فريكوانسي، وكل الباثوي اللي جاي من عند البيز من عند الشورت فايبرز كله، مش بس الفايبرز مش بس الاوتار والنيرف فايبرز والنيرونز كلها مخصصه في الهاي فريكوانسي. فسموها تونو topical organization. There is a spatial organization of fibers and neurons, مش بس الأوتار، fibers and neurons for each pitch all the way all the way طول الطريق from cochlea to subcortex. الأوتار بالنيرف فايبرز بالنيرونز all the way بتدي وان فريكوانسي. فقال لك عملوا الاثبات اهو ان ات اني نيوكليس في نيرونز في اللو فريكوانسي ات وان اند. طب لو عملت ستيميليشن للنيرونز الاوبوزيت اند تديك هاي فريكوانسي. يعني اذا في البليس برينسيبل كانوا بيتكلموا ان في اوتار الشورت للهاي عند البيز واوتار اللونج للو عند الايبكس، كانوا فاكرينها الاوتار بس. طوروها لقوا تونو توبيك زي بالظبط السنسي كود الباث وكله all the way من أوله إلى آخره including الفايبر نير فايبر نيرونز مخصص one pitch. وأثبتوها إزاي؟ لما جم لأي نيوكليس وعملوا stimulation لنيرونز فان end ادت مثلا low frequency، لما يعملوا stimulation لنيرونز في opposite end of the nucleus تدي high frequency. فعرفوا التخصص مش في الأوتار بس، ده التخصص كمان في النيوكلياي والفايبر. فقالوا tonotopic organization. أقول لكم يا أولاد الساوند فريكوانسي او البيتش ديسكريميشن ده اشهر سؤال في الهيرينج. فعندك نظريه، يوجد نظريتان، يا بليس برينسيبل بتتكلم على الاوتار بس، يا تونو توبيك اورجانيزيشن بتتكلم على اول ذا واي على كل الباث واي. في باث وايز مخصصه في الهاي فريكوانسي اللي ناحيه ال بيز اوف ذا كوكليا، وفي pathways مخصصة في low frequency اللي عند الـ apex of the cochlea. ولأهمية هذا السؤال وإن ده أهم سؤال بيجي فهعيده رابع تاني يا أولاد. place principle كل sound بيهز الـ foot of the stems في الـ over window بيعمل traveling wave. traveling wave موجة مسافرة في الفلويد. قول لي أوصافها الـ traveling wave. تلات حاجات: increases in amplitude reaches a maximum، وهي دي المهمة reaches a maximum then fades. ال place مش هي اسمها place principle، ال place اللي بتوصل ويب عندها الماكسيمم بيحصل عندها maximum displacement للفايبرز maximum number of action potentials. يبقى تاني كل sound any sound produces قولوا معايا traveling wave. traveling wave دي اوصافها ثلاث كلمات: increases reaches the maximum then fades away. ال place اللي هتوصل عنده الماكسيمم هيعمل ماكسيمم displacement للفايبر maximum number of action potential. in case of low pitched sound بيبقى الكلام ده عند الابكس حيث اللونج فايبرز
In case of high frequency sound بيبقى الكلام ده عند البيس حيث الشورت فايبر. هذا النغم من ذاك الوتر. طوروها اكتر. قالوا لا ده التخصص مش بس عند الاوتار تحت في الكوكليا، ده من اول الكوكليا لحد ما نوصل الكورتكس الباث كله باوتاره بالنيرف فايبر بالنيرون اول ذا واي هو مخصص في بيتش معين. فسموها تونو توبيك اورجانيزيشن، يعني لكل تون لكل نغمه مكان من اوله لاخره، including the fiber and neurons all the way from cochlea to cerebral cortex. والإثبات إن لو جيت لأي نيوكليس في النص وعملت سيميشن، ما هي النيوكليس؟ collection of neurons. لو عملت سيميشن لone neurons في one end مثلا ديتك low frequency at one end، لو عملت سيميشن neurons of opposite end هيديك high frequency. ده أشهر سؤال يا ولاد. اوعى تنسى place principle اللي هو بيتكلم على الأوتار فقط، ترافلينج ويف هناك تحت عند الاوتار، وتون توبيك بيتكلم على كل الباثوي. نيجي الساوند انتنسيتي عارفينها. كنت قلت لكم ان الاحساس، انسى دلوقتي الهيرنج، الاحساس الاقوى ازاي بنحسه اقوى؟ بيستيميليت عدد اكبر من ريسبتور، وانها دي التوسع الافقي. وكل ريسبتور بيدي عدد اكبر، عدد اكبر من الاكشن بوتنشلز، وهذا هو التوسع الراسي. نفس الفكره هنا. ازاي بحس صوت اعلى من صوت؟ ان الصوت الاعلى بيشغل ريسبتورز اكتر، النمبر اوف ستيميليتد ريسبتور، وبالتالي ايه نيرف فايبرز. وكل نيرف فايبر غير ان هو بنستيميليت نيرف فايبر ريسبتور اكتر بيبعت عدد اكتر من الاكشن بوتنشال فريكوانسي، واكشن بوتنشال تبع للفيبر فيشنر لو. فاكره الفيبر فيشنر؟ ارجع السي ان اس، ان الفريكوانسي واكشن بوتنشال از دايركتلي بروبورشن تو ذا، قولها بقى، عدد الاكشن بوتنشال التناسب طرديا مع ايه؟ اللوج انتنسيتي اوف ذا ستيمولس. اللوج انتنسيتي اوف ستيمولس، يعني لو ستيمولس زاد 1000 مره عدد الاكشن بوتنشال يزيده اللوج، يبقى 3 بس، 3 اصفار. زاد الستيمولس 100000 مره يبقى 5 اصفار، يبقى 5 مرات. نفس الكلام في الساوند، كل ما الساوند يبقى اقوى هيطلع عدد اكتر من الاكشن بوتنشال متناسب مع اللوج بتاع الساوند اللي هو الفيبر فيشنر، وهيشغل عدد اكبر من الريسبتورز. انا بحب اقولها بمثال لطيف يا اولاد ما بزهقش منه يفهمك بقى الموضوع كويس قوي. ازاي انا بعرف ان صوت حضرتك غليظ؟ ان عدد الاكشن بوتنشال، معظم الاكشن بوتنشال وصلتني من عند الايبكس اوف ذا كوكليا حيث الفايبرز لونج، فيبقى الصوت لو بيتش غليظ. يبقى مكان صدور الامبلس ان الامبلس وصلتني من عند الايبكس قالت لي ان صوتك غليظ. عدد الامبلس لو وصلني من عند الايبكس عدد قليل يبقى صوت غليظ وخفيض، من عند الايبكس يبقى غليظ، ايبكس يبقى غليظ للونج فايبرز، وعدد كبير يبقى غليظ وعالي. اديني فهمتهم لك في مثال واحد. يبقى مكان اللي طالع منه الاكشن بوتنشال بيقول لي صوتك غليظ ام حاد. من الابيكس يبقى لو بيتش يبقى غليظ، من البيس شورت فايبرز يبقى هاي بيتش يبقى حاد. نفرض انه انت صوتك غليظ راجل، يبقى الامبلس هتوصلني من عند الابيكس اكتر، يبقى اللي اتحرك هو اللونج فايبر، يبقى ده لو بيتش من عند الابيكس. الابيكس اكشن بوتنشلز قليله يبقى غليظ وخفيض، من عند الابيكس اكشن بوتنشل كتير قوي يبقى غليظ وعالي. اديني فهمتهم لك مع بعض. طيب عدد الاكشن بوتنشال ازاي بيعتمد؟ يبقى قلنا في حاجتين، فريكوانسي واكشن بوتنشال وعدد الريسبتور اللي بتبعت الاكشن بوتنشال، اللي قلنا توسع راسي بشغل ريسبتورز اكتر، وكل ريسبتور يبعت عدد اكتر من الاكشن بوتنشال تبعا للفيبر فيشنر لو. ده فريكوانسي واكشن بوتنشال از دايركتلي بروبورشن تو ذا لوج انتنسيتي اوف ذا ستيمولس. لو زاد الصوت 1000 مره عدد الاكشن بوتنشال يجيب 3، 100000 مره 5، مليون يبقى 6 عدد الاصفار. زود هنا نقطه ثالثه ملهاش قيمه قوي اهي، بص معايا يا اولاد. ان الاوتر هير سيلز ار ستيميليتد سيجنيفيكانتلي ويز لاود ساوندز، يعني الاوتر هير سيلز دي اللي قلنا بتنقي فايبر تشتغل عن فايبر وتتحكم في اطوال الفايبر بتشتغل مع اللاود ساوند اكتر. طيب نيجي للساوند لوكاليزيشن، دي سهلة جدا. ازاي بتعرف الصوت جاي لك يمين ولا شمال؟ دي لو بصيت لي هتفهم اكتر.
دلوقتي انا في واحد بيتكلم على يميني اهو خلاص عشان دي الايد اللي فيها الساعه يبقى بيتكلم من يميني 100% لو واحد على يميني هيبقى قوة الصوت بتاعه على ودني اليمين اقوى من الشمال لانه جاي من اليمين وبعدين سرعة الصوت اللي هيوصل لودني اليمين اسرع من ودني الشمال يبقى عرفت من حاجتين انه بيتكلم يمين ولا شمال تعال نشوفهم بقى يبقى عرفناها منين ان هو جاي من يمين ولا من الشمال نطلع دي لفوق شوية هي من الانتنسيتي ديفرنس الصوت اقوى على الودن اليمين يبقى انت اللي بيتكلم مين اقوى على الشمال يبقى شمال intensity difference والفيز difference وصل انهي ودن الاول الساوندز arrived first to the closer ear لو على اليمين يوصل على اليمين الاول كلام يعني بتاع اطفال intensity difference الساوند is louder on the closer ear الفيز ديفرنس arrives first to the closer ear اللي على يميني صوته اقوى على ودني اليمين واصل اسرع الى ودني اليمين حاجه مش عندنا بقى البينا اوف بوث ايرز عارف الحمار يقدر ايه يحرك ودانه عشان كده بيقدر يلوكالايز كويس بيتهلب اللوكالايزيشن اللي هو بنسميه بيبقى زي الديش كده الحمار بيحرك الودن بيعرف يحركها عشان يلقط الصوت كويس لقطه من هنا كويس يبقى الودن متجه في اتجاه معين يبقى ده احسن يبقى هو الصوت جاي من هذا الاتجاه بالبينا اوف بوث ايرز دي مش عندنا احنا ما بنقدرش نحرك البينا اللي هو الاذن بسهوله نيجي الساوند باترن دي رابع حاجه اللي هي الكومبينيشن اور سيكونس اوف تون دي جاوبوها اجابه غريبه جدا وانا اعتقد الى ان تقوم الساعه ما حدش يعرف الاجابه الاول انا مش عاوزك تفهم الاجابه مفيش اجابه بيقول لك ان ده بيحدث في الاوديتوري كورتكس زي ما حدش يعرف انت عاوز افهمك السؤال يعني ايه كومبينيشن اوف ساوندز بص اعتبر دي فقره معلومات عامه لان انت الكومبينيشن او السيكونس اللي هو الباترن الاجابه بيتعرف في الكورتكس وما قالوش ازاي بيتعرف في الكورتكس انما انا عاوزك تفهم السؤال تخيل قصادي فرقه فيها 5 آلاف بيضربوا 5 بس هم ساعات بيبقوا مليون آلة يبقى عندي كمان وعندي عود وعندي بيانو وعندي طبلة وعندي قانون مليون كل واحد بيدي ستيمولس نفرض في موليكل زي في الجو احنا قلنا الساوند ما بيمشيش غير في الجو عشان في موليكل ما يمشيش في الفراغ فالموليكل دي اي موليكل بتتلقى ساوند جاي من العود والكمانجة والبيانو افهم السؤال او مش عاوزك تفهم الاجابة يبقى اي موليكل بتتلقى الساوند من العود والكمانجا والبيانو والقانون والطبلة والرق كذا استيمولاي تفتكر لو بتتلقى ساوند من 5 آلات هتعمل جاوب السؤال معايا بذكاء هتعمل 5 حركات مختلفة ولا الموليكل هتتحرك حركة تمثل محصلة الـ5 استيمولاي ايه الاجابة تفتكر يعني الموليكل هتعمل في آن واحد 5 حركات مختلفة حركة لكل آلة ولا الاستيمولاي الخمسة دول في النهاية يعملوا حركة واحدة في الموليكل تمثل محصلة الخمسة ايه رأيك انت انا اتصور الطالب يقول لي طبعا هتعمل حركة تمثل محصلة الخمسة طب ايه ما كان مفروض لما اجي اسمع صوت يمثل محصلة الـ5 آلات يعني نغمة كده من الـ5 آلات على مع بعض لكن هذا لا يحدث احنا في المخ بنقدر اركز اقول ده صوت البيانو انا سامع البيانو لوحده وسامع العود ده صوت العود بركز مع الكمانجة بركز مع الطبلة بركز مع الرق ازاي هذا الكومبينيشن اتفك ازاي برغم ان الـ5 آلات عملوا محصلة حركة في الموليكلز واحدة ما بسمعش صوته محصلة الـ5 انما بفك المحصلة دي الكومبينيشن ده بفكه وبقدر اتمتع بان انا اركز مع البيانو شوية واركز مع العود شوية واركز مع الرق شوية ومع الطبلة شوية عارف جابوها ازاي قالك الكومبينيشن ده والسيكونس ده بيتحل في الكورتكس طب فين الحل انت لو شلت الكورتكس مش هتقدر تميز العود من كمان جبال يبقى في الكورتكس طب وهي دي اجابه
اشيل الكورتكس مفيش تقدر تميز كل صوت على حده، انما ده مش حل. اقول لك حاجه في تصور العبد الله، الى ان تقوم الساعه هذه المشكله لن يجد لها الانسان حل غير اللي هم كبروا، انه تشيل الكورتكس ما تقدرش تركز مع البيانو لوحده والكمانجه لوحدها والرق لوحده والطبله لوحدها، ما تقدرش. يبقى الحكايه في الكورتكس، انما ازاي عمرهم ما هيوصلوها، لانها لما تفكر فيها مشكله شكلها تستحيل الحل. الخمس الات مفروض بيحركوا الموليكل بمحصله الخمس، فكان مفروض نسمع صوت ومحصله الخمس اصوات. لا، هذا لا يحدث. المخ بيقدر يفنطهم تاني وتتمتع بانك تركز مع البيانو لوحده والطبله لوحدها والرق لوحده، مش صوت هو محصله الالاف مجتمعين. فده الكومبينيشن او السيكونس اوف ساوندز. ده كان الجزء الرابع في اجابه سؤال. يبقى الاوديتوري كود يا اولاد زي السنسوري كود. في السنسوري كود كنا قلنا هو ذا ابيليتي اوف ذا سيربرال كورتكس تو ديستينجويش ثلاث حاجات، موداليتي لوكاليتي اند انتنسيتي. بدل موداليتي هنا قلنا مين الموداليتي اوف ساوند اللي هي الفريكوانسي اوف ساوند، هل غليظ ام حاد، هاي بيتش او لو بيتش، ودي اهم واحده. ثم انتنسيتي عالي ام خفيض، ثم لوكاليتي يمين ولا شمال. قلنا ازاي بنميز نوع الساوند يا اولاد بطريقتين. قلنا الاول مكان صدور الامبلس، الامبلس واصله المخ منين؟ من عند الابيكس اوف ذا كوكلا حيث اللونج فايبر يبقى لو بيتش، من عند البيز حيث الشورت فايبرز يبقى هاي بيتش، اللي هو قلنا بليس برنسيب. جاي منين الامبلسز؟ هذا النغم من ذاك الوتر. وقلنا تشرحها ازاي؟ فاكرها؟ هقولها عاشر لان ده اهم سؤال. ان اي ساوند بيعمل ترافلنج ويف في السكالا فيستيبولاي والسكالا تيمبالاي في البريليمف، خلاص الترافلنج ويف دي بتاعت اوصاف يا اولاد فاكرين، بتزيد توصل ماكسيمم فيدز، تزيد ماكسيمم فيد. البليس اللي بتوصل عنده الماكسيمم هو اللي بيحدد، لان البليس اللي وصلت عنده الماكسيمم عمل ماكسيمم ستيميليشن للريسبتورز، الريسبتور في الحته دي بقت ماكسيمم ستيميليتد. فلو الريسبتور اللي ماكسيمم ستيميليتد عند الابيكس حيث اللونج تبقى لو بيتش، عند البيز حيث الشورت تبقى هاي بيتش. طوروها اكتر. لا ده التخصص مش بس عند الاوتار، ده الباثوي من اوله لاخره، من اول الكوكليا انتهاء بالكورتكس بالفايبرز بالنيورونز اول ذا واي، مخصص باثوي واحد لكل نغم واحد. واثبتوها ازاي؟ اثبات سهل جدا. جمله اي نيرون مجموعه خلايا، نيوكليس مجموعه نيرونز، اي نيوكليس مجموعه نيرونز، لما عملوا استيميشن ران اند ادت مثلا هاي بيتش، لما تسميت الاوبوزيت اند تديك لو بيتش. يبقى معناها النيورونز مترتبه كل باثوي مخصص في حاجه سموها تونو توبيكال اورجانيزيشن. طيب ده اهم حاجه، ده اهم سؤال على الاطلاق. طبعا الانتنستي عرفناها سهل، ان الصوت الاعلى بيشغل ريسبتور اكتر، وكل ريسبتور يدي عدد اكتر من الاكشن بوتنشال تبعا للفيبر فيشنر. يعني لو زاد الساوند 1000 مره يزيد الاكشن بوتنشال تبع مرات. The frequency of action potential is directly proportional not to the intensity of sound, إنما log intensity of sound. يبقى louder sound بيعمل more receptor more action potential. وديتهم لك الاثنين مع بعض. صوتك وصلني من apex يبقى لتحرك long fibers يبقى أنت low pitch. وصلني عدد قليل من action potential يبقى غليظ وخفيض. وصلني من عند الايبكس اللي هو بيقول ان اللو بيتش ان رون فايبرز عدد كبير يبقى غليظ وعالي. بعد قلنا ازاي عرفنا اللوكاليزيشن، الكلام بتاع اطفال، صوت اليمين هيوصل ودن اليمين الاول واسرع. يبقى هيبقى اللي هو قلنا هيوصل، يبقى نزوده عليها حته ان الاير بينا في الحمار تقعد تظبط روحها عشان تعرف الاتجاه. وبضيف لك حته لطيفه هنا كنت نسيت اقولها في اول الشهر، ده بيفسر ان احلى حاجه في اللوكاليزيشن انك تعرف يمين ولا شمال، لكن صعب تعرف قدام ولا ورا لو انت مغمض عينيك. بيجي ساعات العسكري المرور يزمر واحنا مش يصفر لنا، ما اعرفش هو واقف قدام ولا واقف ورا، لان قدام ورا بيوصلوا الودنتين في ان واحد وبقوه واحده، وبرضه فوق وتحت لو جارك اللي في البلكونه اللي فوق او اللي تحت بيند عليك
وانت مش متوقعه نزل في عند جارك اللي تحت، متوقع صوت اللي فوق مختلف عن صوت جارك اللي تحت، لكن لو غير ونادى عليك من تحت ساعات تبص فوق، لان نفس الفكرة الصوت بيوصل للاتنين بقوة واحدة وفي آن واحد. مش كده التمييز هيبقى حلو يمين وشمال بس في اللوكاليتي، لكن صعب قوي يبقى فوق وتحت. ما تقولهاش دي بس يبقى فاهمها قدام ورا، الا بالاكسبكتيشن ان انا شايف واحد بيتكلم وصادي بصوت من ده، لكن لو غمضت عينك صعب جدا تعرف قدام ولا ورا ولا فوق ولا تحت. ده اللوكاليتي. وبعدين قلنا بقى الباتر اللي هم قالوها اللي هي الكومبينيشن والسيكونس. فين بنفك الكومبينيشن دي؟ قال لك في الاوديتوري كورتكس، شيل الكورتكس مش هتتفك. ده مش اجابه، ده ملخص اهم سؤال قلته يمكن ايه 5 مرات ان ما عنديش مشاكل. تعالى بقى نقول حته عمل يا اولاد ونقفل بكده، كفايه علينا كده. الديفنس الصمم بعيد عن السمعين. الصمم نوعان، اهدا براكتيكال، لو حتى كاتب لك ريفير تو براكتيكال، بس اقولها لك برضو في عجاله معايا هتفهمها احسن، ونعيدها تاني لو عملنا مراجعه عملي باذن الله. يوجد نوعان من الصمم، كونداكتيف ديفنس ونيرف اور بيرسبتيف ديفنس. دول النوعين في الدنيا بتوع الصمم. رقم السعد المينتال سيت كل حاجه 2 يا اولاد. فالكونداكتيف ديفنس هيبقى المرض في الاكسترنال او الميدل اير انكلودنج الاستيكن تيوب. يبقى حاجتين، يا في الاكسترنال يا في الميدل اير، حاجه بتعوق الكونداكشن. اما في النيرف او البرسبتيف ديفنس المرض في الريسبتور او في الباثوي، يبقى 2 برضه، في الريسبتور في الاف اللي هو الانر اير او في الباثوي 2. طيب نيجي الكاركترز، كل واحد ليه 2 كاركترز. عاوزك تفهم معايا، لو انا عندي كونداكتيف ديفنس، انا دلوقتي كده يا اولاد عندي كونداكتيف ديفنس 100%، اني قافل ودني كويس قوي، دايس حلو قوي قوي على ودني، قافلها تمام. لو جبت شكر النانة وحطيتها كده ترددها واطي، او شكر النانة ترددها عالي، في ميزة الواحدة على الاخرى، ودني مقفولة على الشوكتين، يبقى all frequencies are equally affected. يبقى لو conductive ودني مقفولة على low frequency ومقفولة على high frequency، يبقى all frequencies are equally affected. طيب انما ايه الفرق بين الاوسيكولار والبون كوندكشن؟ انا لما تبقى ودني مقفوله يبقى ما فيش اوسيكولار كوندكشن، اللي هو بقى في العمل يا اولاد نسمي الاوسيكولار اير كوندكشن. خد بالك احنا كان عندنا في النظري بنقول في اوسيكولار وفي اير كوندكشن لو باظت الاوسيكلز والميدل اير حصل فيها انفكشن، وقلنا في بون كوندكشن في كلينيكال. في الكلينيكال اللي هو البراكتيكال والكلينيكال بعد كده ما تخرج، العيان يقول لك في اير كوندكشن وهم يقصدوا الاوسيكولار. هنا بقى الاير، انسى الاير، يقصدوا الاوسيكولار بون، فبدل ما يقولوا اوسيكولار بون يقول لك اير كوندكشن، لان الاوسكل برضه بيبتدي بالبون. طيب لو انا ودني مقفوله يبقى فيش حاجه جايه عن طريق الاير، يبقى الاير مش سامع حاجه. انما فكر فيها، لو انا ضربت على راسي كده الساوند هيدخل عن طريق البون اوف ذا سكال دايركتلي للانر اير، يبقى لاول مره البون كوندكشن احسن من الاوسيكولار اللي هو الاير. اير في الكلينيك، يعني لو جبت شكر ان انا حطيتها كده مش سامع حاجه، لكن تحطها هنا سامعها زي الفل، لانها دخلت عن طريق البون دايركتلي على الانر اير. يبقى لاول مره البون احسن من الاوسيكولار رول. اير في كلينيكال هنسميه اير. يبقى ايه التو كاركترز على الكوندكتيف ديفنس؟ ودني مقفوله يا اولاد اهي، مقفوله على الشوكه اللي ترددها قليل والشوكه اللي ترددها كتير. اول فريكونسيز في الكوندكتيف ديفنس ار ايكوال افكت. لكن ودني مقفوله على الاير، لكن انا في البوم ما بستخدمش خالص الاكسترنال ميدل اير، انا بدخل دايركت عن طريق البون على الكوكليا. يبقى لاول مره البون كوندكشن احسن من الاير كوندكشن، مع ان الاير اساسا كان فيه تكبير 22 مره. طيب انما لو انا ودني النيرف مقطوع، فكر فيها، مقطوع فين النيرف، عند الايبكس ولا عند البيز؟ فكر، لو مقطوع عند الايبكس
يبقى مش هسمع اللو فريكوانسي ده اللونج فايبرز. لو مقطوع عند البيز حيث الشورت فايبرز يبقى مش هسمع الهاي فريكوانسي. يبقى ممكن في النيرف ديفنس لو المرض خد حته في الكوكليا خد الحته بتاعه الايبكس اللونج يبقى مش هسمع اللو. لكن لو خد البيز اللي هم الشورت مش هسمع الهاي. تمام، احنا قلنا اللونج لو بيتش الشورت هاي. لكن طبعا لو المرض خدها كلها مش هسمع حاجه. عشان كده بيقول لك ايه للاوائل في النيرف ديفنس لو النيرف مقطوع وان فريكوانسي ماي بي مور افكتد maybe. المرض خد الايبكس يبقى خد اللونج مش هسمع اللو، خد البيز خد الشورت فايبر مش هسمع الهاي فريكوانسي، انما خدهم الاثنين كله افكت. انما لو النيرف مقطوع لا انا سامع اير ولا انا سامع بول، لان البوم في الاخر هيروح للكوكليا وللنيرف، النيرف اتقطع، يبقى هنا بقى الاير والبوم كوندكشن ايكوالي افكتد. تاني يا اولاد في العملي ده من اهم الاسئله في العمل، في كم نوع من رقم 2 رقم السعد 2 يا كوندكتيف يا نيرف ليفتس، كل واحد ليه كم سبب 2 الكوندكتيف يا اكسترنال يا ميدل اير، هما دول بتوع الكوندكشن انكلودنج الاوستيكن تيوب لو اتقفل. طب والنيرف ليفتس يا الريسبتور يا الباث واي 2 برضه. طب الكاركترز كل واحده 2، لو انا ودني مقفوله اهو كده دلوقتي انا كوندكتيف ديفنس، يبقى كل الشوك بكل الترددات مش هسمعها، اول فريكوانسيز ار ايكوال افكت. ده كان السمع اير، لكن اسمع حلو قوي لو حطيت لي الشوكه على البون، لانها تدخل دايركتلي على الانر اير على الكوكليا، الكوكليا موجوده جوه البون صح. طيب في النيرف ليفتنس انت قاطع النيرف، ممكن يبقى النيرف اللي مقطوع مش كل النيرفز، مقطوع بتاع الايبكس بس بتاع البيز بس، يبقى اون فريكوانسي مي بي مور افكتد. لكن ممكن يبقى طبعا لو النيرف كله مقطوع عشان قلنا مي بي الاوائل، لكن لما تقطع لي النيرف انا جاي عن طريق الاير هوصل للنيرف في الاخر، عن طريق البون هوصل للنيرف في الاخر، يبقى لا اير ولا بون بوث ار ايكوالي افكتد. انما في التالي لما تقفل ودني الاير افكتد بقى البون لا. طيب هما بقى عملوا تجارب بيزد على دي حلوه قوي وافكار جميله قوي. اولا في التجارب احنا بنستخدم الاير بنستخدم هاي فريكوانسي فورك، لان الاير بتسمع من 20 ل 20000، فاحنا مين احنا قلنا القصير بيدي هاي فريكوانسي، فبنستخدم شوكه قصيره اهي، لان في التاتش فاكر المايسنرز والباسينيان كورباسل كانوا بيستجيبوا الفريكوانسي قليله، فكنا الفريكوانسي قليله بنجيب شوكه طويله لونج. بقولها بطريقه فيها مزاح عشان ما تنسوهاش. هيسالك في العملي عندك شوكه طويله وشوكه قصيره، شوكه لونج ارم وشوكه ليها شورت ارم، مين فيهم هتستخدمها في الهيرنج؟ اللي هو بنوصل ل 20000 يعني هاي فريكوانسي، يبقى عاوزين القصيره الشورت. ما انا قلت لك الاوتار القصيره بتدي الهاي بيتش، برضو الشوكه القصيره بتدي الهاي بيتش، خلاص شورت ارم اهي ارم. انما هناك عندك الباسينيان والمايسنر واحده بتستجيب ل 80، واحده بالكثير 500 الباسينيان، مش 20000. طب اللو عاوزه اللونج، ففي الود تستخدم الشوكه القصيره، في التاتش والبريشر والفايبريشن تستخدم ايه او فايبريشن اساسا هناك تستخدم الشوكه الطويله. بقولها في ميزه عشان ما تنساش، لو نقيت للودن الشوكه الطويله يبقى انت ودانك طويله. شوف بقى مين الحيوان اللي ودانه طويله، بس واشتم نفسك مش هقولها بقى. الطلبه بيقولوا بنقعد فاكرينها طول عمرنا، اول ما بشوف الشوكتين اقول الود ناخد القصاره، والا تبقى وداني طويله ابقى كمثل مثل النقط. كمل اكمل عباره الاتيه فاهمها، في الود نختار الشوكه القصاره عشان تبقى ودانك قصاره ما تبقاش ودانك طويله. ليه؟ لان القصاره بتدي الهاي بيتش، وفي الهيرنج بنسمع لحد 20000، يبقى عاوزين الحاجه اللي بتدي هاي بيتش اللي هي القصاره. بالعكس قلنا اللونج هي اللو بيتش اللي مع ال دي اللي بنستخدمها في الفايبريشن. اشهر تجربه اسمها الفيبر تيست، في كل تجربه مع شق مستعشق النظام تقول لي النورمال ايه والكوندكتيف ديفنس ايه والنيرف ديفنس ايه. مير ثينكينج فكر، مش عاوزه تسمع شرحي. واحد طبيعي في النص اهو، بحط الشوكه في الفيبر، فيبر بتنطق فيبر لان دبليو في، بحط البيز اوف ذا تيونينج فورك على الميدل اوف فور هيد اهي،
عندي كده لو دي الشكر نحطها. لو انا شخص طبيعي فهي في النص بالظبط، يبقى هتوصل ودنتين بنفس القوة، يبقى اسمع equally in both ears لو انا طبيعي. طيب لو انا عندي نيرف ديفنس، النيرف ده مقطوع، يبقى هسمع في النورمال اير. يبقى في النيرف ديفنس، النيرف حرف الان، هسمع في النورمال بالان، في النيرف ديفنس في النورمال اير، وحاجة بالعقل يعني مش عشان الان مع الان. لكن لو انا ودني مقفولة كونداكتيف ديفنس كده، بقت ميزة للتجربة لان الودن دي ما فيش ضوضاء خارجية مزعجاها، يبقى مركزة حلوة قوي قوي على البون، يبقى لأسمع أحسن أحسن في الديزيز دي إير يحصل لوكاليزيشن. أقول له يا دكتور أنا سامع في الـ في الـ في الودن البايظة. ده حتى العام بيبقى زي الأهبل بيفتكر إن التجربة عملت له علاج، هو مش كده، هو ده تيست لسه من دياجنوز، إنما بينبسط أول عاد الودن مقفولة. يا دكتور أنا سامع في الودن التعبانة كويس قوي، قال يعني عمل له علاج. هو طبعا الودن المقفوله مقفوله عن الضوضاء الخارجيه، فبقت مركزه حلوه قوي على البون، الثانيه مشغوله بالضوضاء الخارجيه. فبقى في الكونداكتيف ديفنس في الديزيز دير. يبقى ثلاث احتمالات في البيفر. لو انا شخص طبيعي ايكوالي ان بوث ايرز، اولا بنحط في البيفر ايه؟ الشوكه القصيره عشان ودانك ما تبقاش طويله. لو لقيت شوكه طويله يبقى ودانك طويله، انت فاهم. شكرا أصلا حطها في الميدل فور هيد. أنا نورمال يبقى في النص بالضبط، أسمع إيكوال إن بوث إيرز. النيرف مقطوع أسمع في النورمال، في النيرف في النورمال، في النيرف في النورمال. أنا عندي كونداكتيف ديفتنس بقت ميزة للتجربة، دي مشغولة في ضوضاء الخارجية، دي مفيش ضوضاء، مركزة على البون حلو قوي، أسمع حلو قوي في الديزيز دي. طيب نيجي التجربة الثانية اسمها رينيت، راجل فرنساوي. ريني عمل تجربة ثانية بس أحسن واحدة هي الفيبر طبعا. بص ريني، شوكة التونينج فورك شورت ارمد، خلاص قلنا عشان تدي هاي فريكونسي. نعمل ازاي؟ اهي بصين، جيب الشوكة رنانة وقول سامع يا عمي؟ سامع حلو، سامع 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 دلوقتي سامع؟ لا خلاص مش قادر، الفايبريشن بقى ضعيف، يروح هتطالع على المستويد. طب كده سامع؟ اقول له لا، لو انا طبيعي. ليه؟ لان الطبيعي الاوسيكولار اللي بنسميها في العملي اير كوندكشن، في العملي في الكلينيكال بنقسمها مش اوسيكولار وبون، اير وبون، والاير نعني بيه الاوسيكولار. طيب 100 مره، لانه الاوسيكولار دي بتكبر 22 مره، فبعد ما انا ما اسمعش الاوسيكولار لما تيجي تحطها لي على البون مش سامع. يبقى النورمال ال اير كوندكشن احسن من البون كوندكشن، لانه الاير كوندكشن والاوسيكولار كوندكشن في تكبير 22 مره، فبعد ما انا مش قادر اسمع الاير، الشوكه بتتهز بس هزات خفيفه قوي مش قادر اسمع، بعد التكبير مش قادر اسمع، لما احطها على هنا ما اسمعش. لكن لو انا النيرف مقطوع سامع يا عمو؟ نيرف مقطوع لا. طب كده سامع؟ لا. لا كده ولا كده؟ خلاص. لو انا عندي كونداكتيف ديفنس سامع يا عمو؟ لا طبعا، ما يدني مقفوله. طب كده سامع؟ سامع. يبقى الاول مره البون احسن من الاوسيكولار، يبقى في النورمال الاوسيكولار احسن من البون لانه بيكبر، انها في الودن مقفوله البون بيدخل على الكوكلا لما ده مش عارف يدخل، فالبون احسن من الاوسيكولار. انما في النيرف مقطوع لا دي ولا دي، ده رينيتس سهلة خالص. طب آخر تجربة قبل ما نقولها، في حاجة اسمها تينيتس عشان يمكن ما نرجع لهاش تاني، ده مش تجربة دي. التينيتس ده رينجينج سنسيشن في الإير، ساعات الواحد يقول ودني فيها صفارة، دي سببها إريتيشن في الريسبتور أو في الباثوي. يبقى التينيتس ده أهي، تينيتس ده عبارة عن صفارة رينجينج سنسيشن في الإير بسبب ان في اريتيشن للريسبتور اللي هو الانر اير او الباثوي، في ستيميليشن يعني ابنورمال ستيميليشن، فاسمع صوت وما فيش صوت فودني فيها زفار. اخر صفحه بقى يا اولاد، وكده بقى حتى قلنا لكم العمل بتاعي، يعني عملنا انجاز حلو خالص النهارده، اتمنى تكونوا استفدتوا بيه، اللي هو الاوديوميتر بقى. الاوديوميتر ده
instrument اللي هو جهاز قياس السمع for hearing acuity. نشوف فيه حدة السمع. اولا لازم نعمل التجربة في sound proved room، يعني الروم اللي نبقى فيها sound proof، يعني ما فيهاش اصوات خالص، هو صوت الجهاز بس. عندنا بيعملوا حاجات لطيفة كده في بلادنا الجميلة، يعمل لك اوضة بالالوميتال جوه اوضة، طبعا برا مش كده، بيبقى الجدران الاوضة بقى بتمتص اي صوت واوضة بتكلفة، انما احنا يعني ايه عارف احنا اللي دهلنا الهوا دوب، فمش بطلة برضه. هي فكرة مش وحشة يعني، بتؤدي الغرض واحسن من بتاعه باقل تكلفة. يعني انا بتحية للناس اللي هي بعشر التكلفة بتجيب لنا 90% من الريزالتس. مهم الجهاز ده بيقيس الهيرينج اكيوتي، بنحط العام في اوضة انسوليتد، وبعدين الجهاز عنده مقدرة في حاجة تسمع عن طريق الاير، يعني يحط لك سماعة لودانك اهي زي ما انا حطيتها، او عن طريق البون، يعني فيها ديفايس يديك مرة الصوت عن طريق الاير اللي هو بان اللي هي الهيدفونز دي على ودانك، او عن طريق البون على المستور. طيب الجهاز اهو قصادك، في زرار، في يعني مفتاح سويتش خاص بالفريكوانسي، بيدي احنا بنسمع من 20 ل 20 ألف، لكن لقوا انه معظم الاصوات في يعني اللي بنتعامل معاها في الرينج من 125 ل 8000، فعشان كده الجهاز ما بيديش من 20 ل 20 ألف، برغم ان احنا بنسمع من 20 ل 20 ألف، بيدي في الرينج الاكثر استخداما في الحياه وهو 125 الى 8000. طيب الجهاز بتاع الانتنستي اللي هو بالديسيبل، ديسيبل يبقى بالقيس الانتنستي، مفروض ان احنا زيرو ديسيبل يبقى جاست اوديبل. الجهاز بقى كاليبريتد بحيث لما تحط الانتنستي عند زيرو مش يبقى مش طالع منه صوت، يبقى طالع منه الصوت اللي جاست اوديبل، اللي جاست اوديبل لاي فريكوانسي تختارها. هو جهاز بقى بفلوس، يعني اختار اي فريكوانسي خلاص، اما تحط دي على زيرو ديسيبل يبقى مش مفيش صوت طالع، طالع الصوت اللي جاست اوديبل، بتفهم عربي، للفريكوانسي اللي تم اختيارها بالسويتش التاني. هو كاليبريتد يعني متوضب بحيث كده، وعليه اقولها لك كده ببساطه، مفروض الشخص الطبيعي ده ما يتحركش، اختار اي تردد من غير ما احرك ده وهو على الصفر بيديني جاست اودو بلاي تردد بختاره. لو انا شخص طبيعي ما انا بسمع بالجاست اودو، يبقى اي فريكوانسي يختارها، بنختار حوالي من 6 ل 8 فريكوانسي لكل عاد، ما بنجربش بقى من 125 ل 8000، يعني هو 6 ل 8 فريكوانسي كده في المختلف في الحدود، يعني حاجه نبتدي بحاجه واطيه ب 125 واعلى حاجه عندنا 8000. يعني لو انا شخص طبيعي يقول لي كده سامع، يزود يغير الفريكوانسي سامع لاني بسمع الجاست اودو. اما لو انا ما بسمعش هيضطر يعمل ايه بقى؟ هيضطر يعلي الصوت، ما انا ما بسمعش بالجاست اودو. فلو علا ل 20 ديسيبل عشان اسمع، ما بقاش انا افضل من الطبيعي ب 20 ديسيبل. يبقى انا عند هذه الفريكوانسي اللي ما سمعتش بالجاست اودو سمعت لما علوا لي 20 ديسيبل. عشان كده بقى بيقولوا جمله رهيبه هنا، ان هذا الجهاز يقيس السمع المفقود. يقول انت عند الفريكوانسي دي ما بتسمعش بالجاست اودو، ما بتسمعش اما يبقى السويتش على الزيرو، بنضطر نعلي 20، يبقى انت فاقد 20 ديسيبل، مش انت احسن ب 20 ديسيبل. يبقى تاني ده انسترومنت فور هيرينج اكيوتي، بيقيس الديجري اوف هيرينج لوس، بيطلع ايميتس يعني يطلع بيور ساوند ات سيرتن فريكوانسي ويزودها تيليتيز هيرت، يزود ده. طبعا المفروض ما يزودش، لان طبيعي ما يزودش الانتنستي. ات ايتش فريكوانسي الثريشولد انتنستي ان ديسيبل از ديتيرمين، يعني نشوف انت سمعت عند كام، يعني الفريكوان الشده اللي سمعت عندها. ايه رايك انت لو انت طبيعي المفروض تسمع بايه؟ بالجاست اودو، المفروض عند الصفر. لكن لو سمعت عند فريكوانسي بالصفر ما بتسمعش، بنضطر نعلي لك. سمعت عند 20، يبقى انت عند الفريكوانسي دي تعال حتى اختار. حضرتك اخترنا لك فريكوانسي مثلا 2000، خلاص
ظبطنا المسمار ده على رقم 2000. وبعدين نقول لك سامع؟ حضرتك مش سامع، مع ان دي عند الزيرو ديسيبل بتديك الصوت اللي هو جاست اودو بال 2000. زودنا ال 10 يا عمي سامع، برضو مش سامع. ل 20 يا عمي سامع، لا لازم نعمل لك هيصة في الجهاز. زودنا 30 قلت بس سمعت، يبقى انا عند 2000 مش انا بسمع ب 30، يبقى انا فاقد 30، لان كان المفروض اسمع بالزيرو ديسيبل، اضطروا يزودوا 30 عشان اسمع. يبقى ات ايتش فريكوانسي بنشوف انت بتسمع بكام ديسيبل. خد بالك بقى الابريتاس از كالبريتد، متوضب بحيث ان الثريشولد انتنسيتي فور ايتش تون از انديكيتد باي زيرو ديسيبل. عند زيرو ديسيبل بتديك الثريشولد انتنسيتي. اف ات ا سيرتن فريكوانسي، هو المثال اللي انا اديته، اضطريت تزود اللاودنس يعني شده الصوت ل 30 ديسيبل تو بي هيرد عشان تسمع، يبقى انت عندك عند هذه الفريكوانسي هيرينج لوس مقداره 30 ديسيبل، يبقى ديس فريكوانسي انت فاقد 30 ديسيبل. تاني يا اولاد، الانسترومنت بيقيس الهيرينج اكيوتي، دي جمله اولى. اكشلي هو لا يقيس السمع الموجود وانما السمع المفقود، يعني يقول انت عند فريكوانسي دي اضطرينا نزود من 0 ل 30 يبقى انت فاقد 30. بيطلع بيور ساوند، الجهاز بيور ساوند ما يطلعش، مش مسجلين واحد بيتكلم، بيطلع النغمه معينه بيور ساوند بفريكوانسي معينه، ونزود الشده لحد ما تسمعها. طيب بنحسب عند كل فريكوانسي سمعت بكام ديسيبل. طب الطبيعي كان المفروض تسمع ايه؟ الجهاز متوضب ازاي؟ ان عند كل الفريكوانسي كان المفروض تسمع بالزيرو ديسيبل، لان الزيرو ديسيبل هي دي جاست اودبل. طب لو عندي فريكوانسي معينه اضطرينا نزود اللاودنس ل 30 ديسيبل عند فريكوانسي عشان تسمع تو بي هير، يبقى نقول ان انت عند هذه الفريكوانسي عندك هيرنج لوس مقداره 30 ديسيبل. عندي ثلاث كيرفات بقى يا اولاد، سهله قوي قوي، اقولها لك بطريقه سهله. لو انت نورمال يبقى مفروض بتسمع عند كل الفريكوانسي اهي، عند الفريكوانسي اللي اخترناها لك، بنختار لك بتاع قلنا من 6 ل 8 فريكوانسي اهم، اخترنا اهم حوالي هنا 7 قصادك، ما بين 125 ل 8000 اللي هم بيديهم الجهاز. المفروض ان احنا ما حركناش السويتش ده خالص، فانت مفروض الشخص طبيعي يسمع فيري كلوز تو ذا زيرو ديسيبل او الزيرو ديسيبل بالظبط، بس يعني تو بي اون، بس ما تقولهمش الكلام ده، مفيش حد يسمع بالزيرو ديسيبل بالظبط بقى، لان برضه الود يعني بقى لها مثلا 20 30 سنه 60 سنه اتاثرت شويه يعني، بس لو الكيرفات طالعه فيري فيري كلوز للزيرو ديسيبل يبقى انت نورمال. المفروض البون كوندكشن والاير كوندكشن يبقوا بالمنظر ده. طيب بص معايا، لو حضرتك عندك conductive deafness يبقى انت بالبون اهو اللي لونها احمر اهي، شايف اللي فوق دي، تسمع زي الفل، البون ما تأثرتش، انت ودنك مقفوله عن الاير مش مقفوله عن البون، البون بيدخل على طول على الكوكليا. مين اللي وحش؟ الاير بقى، الاير اضطرينا نعلي، يعني خد بالك عشان كده بص هنا، يعني انت زيرو ديسيبل لما نعلي العشرة تبقى الكيرف ينزل هنا، نعلي ال 20 نعلي ال 30 اقصى حاجه نعلي فيها لحد 100. فانت عند كل فريكوانسي اضطرينا ما تسمعش، عند الزيرو اضطرينا نعلي شويه فيطلع الكيرف بالشكل ده، يبقى ده عنده كوندكتيف ديفنس. قلنا في كوندكتيف ديفنس البون كويس، الاير هو اللي مهبب لان القفله على الاير مش على البون. لكن لو النيرف مقطوع يبقى حضرتك النيرف لا عارف يستقبل اير ولا عارف يستقبل بون، بوث ار ايكوالي افكتد. خلاص يبقى الاثنين زي بعض والاثنين تحت الزيرو ديسيبل، يعني اضطرينا نعلي، لان احنا لما بننزل بنعلي زي ما قلت لك هنا، بنعلي من 0 ل 10 نعلي ل 20 وهكذا، يبقى الاثنين نزلوا. طب طالب قال لي سالها لنا، انت عارف انا احب ابقى كلير في حياتي، فانا في ثلاث احتمالات، فظهر بطريقه سهله جدا. لو الكيرفين جنب بعض يبقى في احتمالين، البون جنب الاير، البون جنب الاير وهما الاثنين ناحيه الزيرو ديسيبل يبقى ده شخص نورمال.
البول جنب الاير بس هما اتنين بعاد متنايلين يعني بعاد عن الزيرو ديسيبل الاتنين تأثروا ايكوالي يبقى العيب في النيرف لا عارف يجيب بول ولا عارف يجيب اير يبقى ده نيرف ديفنس يبقى لو الكيرفين جنب بعض في احتمالين يا نورمال يا نيرف ديفنس حلو حتى الاتنين بحرف الان كيرفين جنب بعض يبقى يا نورمال يا نيرف ديفنس لقيتهم قريبين من الزيرو ايه رايك اهي تبقى نورمال بيرسون لو لقيتهم بعاد عن بعض يبقى نيرف ديفنس بعاد عن الزيرو اسف بعاد عن الزيرو قريبين بعض بس بعاد عن الزيرو احتمال التالت ان الكيرفين بقى اتفصلوا عن بعض جابها لك وما فيش احتمال غير واحد على فكرة انه يعني ما فيش احتمال يبقى بيسمع بالاير حلو والبون وحش ما فيش دي في الطب عندنا بيتفصلوا تملي البون احسن يبقى السكة اتقفلت على الاير مش مقفولة على البون يبقى ده كونداكتيف ديفنس يبقى تاني يا ولاد يلا جربوها انتوا لقيت الكيرفين اهم تعال احطها لك كده او التلات كيرفات مع بعض كيرفين قريبين من بعض هما ثلاث احتمالات مش 100 كيرفين قريبين من بعض يبقى عندي يا ان يا ان يا نورمال يا نيرف ديفنس اعرفها زي النورمال ان هما جنب بعض بس بنسمعهم بالجاست اودبل اللي هو زيرو ديسيبل يبقى ده نورمال كيرفين جنب بعض وعند الزيرو يبقى ده نورمال مش زيرو مش عايز عبط كيرفين جنب بعض وبعاد عن الزيرو يعني اضطروا يعلوا الصوت عشان تسمعهم يبقى النيرف هو اللي فيه لخبطه نيرف ديفنس كيرفين بعدوا عن بعض ما فيهاش احتمالات ما تدورش مين بوم مين اير ادام بعاد عن بعض ما فيش عندي الاحتمال العكسي هو تملي بيبقى البول احسن من الاير يبقى الاير مش عارف يوصل ان في كوندكشن وحش والبوم ما فيش حاجه بتقفله هتقفل ازاي البول السكال بيوصل دايركتلي على البوكيا اللي موجوده جوه السكال فالبوم كويس والاير يبقى ده كوندكتيف ديفنس يبقى يلا اولاد تعالوا نعمل اختبار كده انا خلصت على فكره كده انا مخلصت قولولي ده في العمل انا كده بشرح عمل على فكره ده مش نظري ما بيجيش نظري بس تبقى فاهم بحب اشرح كل حاجه مع بعض متعلقه كيرفين جنب بعض يا اولاد في كام احتمال ثلاث احتمالات كيرفين جنب بعض في احتمالين انا اللي بسمعك يلا علي صوتك كده عشان اسمع يا ايه يا نورمال يا نيرف ديفنس يسموها بيرسبتيف على فكره لو جالك بيرسبتيف هي النيرف ما هو النيرف هو اللي بيبرسيف طب تعرفهم ازاي تبص كيرفين ناحيه الزيرو ديسيبل هتكتب ايه نورمال بيرسون الكيرفين بعاد عن الزيرو ديسيبل هتكتب نيرف ديفنس طب الكيرفين بعاد عن بعض وقلت لك في هذه الحاله بيبقى اللي تاثر هو الاير مش البوم البوم ما حدش هيقفلهم يبقى في الحاله دي يبقى كوندكتيف ديفنس كوندكتيف ديفنس اهي يا اولاد سهل يبقى تاني يبقى الاوديوميتر ده جهاز بيقيسوا بيه الهيرنج اكيوتي اهو بيقيسوا بيه الهيرنج اكيوتي الجهاز ده بيدي كام احنا بنسمع من 20 ل 20000 انما احنا مش يعني ما بنستخدمش كل الريتش احنا معظم الحاجات ما بين 125 و 8000 وبعدين الجهاز كاليبريتد بحيث لما نحط على زيرو ديسيبل اي فريكوانسي هتختارها هيديك الجاست اودبل بتاعها زيرو يبقى المفروض حضرتك لو نورمال نحرك هنا ست تحريكات ده ما يتحركش خالص اي فريكوانسي ادهالك انت بتسمع بجاست اودبل يعني عند زيرو ديسيبل ده من غير حتى بنرسم كيرفات الجهاز كاليبريتد كده طب حضرتك ما سمعتش عند فريكوانسي معانا هنعمل ايه في الجهاز قول لي نعلي عند فريكوانسي 2000 علينا 0 مش سامع 10 مش سامع 20 مش سامع 30 سمعت يبقى انت عند 2000 احسن من الطبيعي ب 30 ولا مهبب بالنسبه للطبيعي 30 طريقه نعمل لك ضربوكه في الجهاز عشان تسمع يبقى انا عند 2000 فاقد 30 ديسيبل يبقى حط عند 2000 على الكيرف كده لو بترسم ما حدش هيجيب لك ارسم الكيرف عند 2000 تحط تحت هنا ناحيه 30 اهو مثلا ده عشان ده الكيرف اللي مكتوب عليه الاعداد هيبقى هنا مثلا 10 20 30 بيبقى مكتوبه طبعا كلهم انا بس يعني ما كتبتهمش تحط هنا من سوقهم في كام احتمال يا اولاد يوجد ثلاث احتمالات الكيرفان متجاوران يبقى فيه يوجد احتمالين
يا اما نورمال يا نيرف ديفنس. هتعرفوا من بعض ازاي؟ الكيرفان متجاورانه ناحيه الزيرو يبقى نورمال بيرسون، متجاورانه هما اتنين ميالين يبقى النيرف وحش، لا بيجيب بور ولا بيجيب اوسيكولار اللي هي الاير، يبقى ده نيرف ديفنس. امتى تقول ان ده كوندكتيف ديفنس؟ لو بعدوا عن بعض، بعدوا عن بعض وقلت لك هو احتمال واحد، لازم هتلاقي البون هو اللي حلو والاير هو اللي وحش اهو بالشكل ده، البون والاير، يبقى ده تقول عليه على طول كوندكتيف ديفنس. تم الهيرينج الحمد لله، كده خلصنا يا ولاد. زي ما وعدتكم كانت المحاضرة الأولى يعني عشان هعمل فيها يا ولاد، كانت فيزيكس وهيستولوجي واناتومي معقد، انا حتى ساعدتكم في الاناتومي اما قلت لك الانكس ان بتوين ذا تو هيدز اوف ماليوس اند ستيبس، الان ان الانكس يعني الجمله جميله عرفتك ان دي في النص وما بين التو هيدز. طيب واحده بقى ليها هيد وهاند وايد، واحده ليها ايد ورجل، هيد وفوت، الماليوس ليها هيد وهاندل، قلنا الهاندل هتبقى على ايه؟ على الطبله، عشان كده لما بتشدها التنسور تمباناي بتتشد الطبله. طب والثانيه ليها هيد وفوت، الفوت قلنا في وضع غير مهذب على الشباك. يبقى الماليوس والستيبس قلنا ليهم هيد، واحده هيد وهاندل، واحده هيد وفوت. الماليوس والستيبس. طب الانكس ان بتوين ذا تو هيدز، طب ده دي ادتني ثلاث معلومات. ان الانكس هي اللي ان بتوين وماسكه في الهيد هنا وهنا. الانكس ان بتوين ذا تو هيدز. فاضل الماليوس ليها هاندل، الهاندل على الطبله، والفوت تبقى على الاوفرين. هتشوف البواخه بس حتى في الاناتومي ساعدتك شويه. وقلت لكم يا اولاد ان الودن عباره عن ثلاث اجزاء، اكسترنال اير وميدل اير وانر اير، وكل واحد بيتكلم عليه في ثلاث نقط، مش احلى من كده يعني. المنتال سيت كل حاجه ثلاثه، والفانكشن بتاع كل واحد كلام رزق بس قلناه. واندو لمفاتيك بوتنشال، وفي فرق جهد، الاندو لمفو مور بوزيتيف، بس كل حاجه هفصلها لك حلو. الاندو زي الانترا في صوديوم وبوزيتيف زي ال 80، الباري لمف زي الاكسترا، اسف الاندو زي الانترا في بوتاسيوم، اسف الواحد من كتر بقى لنا ساعات طويله، الاندو زي الانترا ريتش ان بوتاسيوم وبوزيتيف 80، يبقى الباري لمف في السكالر ستيبيلاي والسكالر تمباناي زي الاكسترا وريتش ان صوديوم، وقلنا ده بيبقى نيجاتيف 70 عشان كده في بوتنشال ديفرنت، ده يسموه اندو كوكليار بوتنشال اللي هو بيتغير بالساموس، بس ده اللي تعرفه عنه. مين بيحط البوتاسيوم؟ الاسترايا فاسكولاريس فيسل زي الاسترايا تبقى عارفها. والاول مره ناخد ديبولاريزيشن سبب بوتاسيوم في الودن، بس ان طول عمره ديبولاريزيشن سببه يا صوديوم يا كالسيوم فقط في ايده، عشان كده بيجيبوها سؤال بوتاسيوم. فقلنا الفيزيكس وقلنا الاناتومي وقلنا بقى الحاجات الرباعيه الجميله، ان الاول الترانسميشن اوف ساوندز، نمره 2 ستيميليشن اوف ريسبتور، نمره 3 الباث ويز، نمره 4 ديسكريميشن اوف ساوند، ده اهم سؤال على الاطلاق. وايه العمل اللي قلته لك؟ الفيبر تيست، الريني تيست، الاوديوميتر. اطلت عليكم انا عارف، بس انتوا كلكم قلتوا ان عاوزين الهيرنج صعب، فقلنا نخلصوا كده في عجاله في محاضرتين. اشكركم لوقتكم، واتمنى اكون يعني افدتكم في الحكايه دي، واسمعوا الحكايه بقى اكتر من مره، انا عارف جلسه بس هتيجي بالتكرار، وكان فيها شويه حكايات طبعا تاريخيه جميله. وسعدت بلقائكم والقاكم على خير باذن الله قريبا. شكرا، سلام.